كما جاء في تدخل سيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، لقد سمعتم أسباب نزول هذا النشاط أو هذه الندوة. كان لابد لهيئة المحامين بالرباط أن تبادر إلى عقد هذه الندوة بحضور أكاديميين ومتخصصين لصبر أغوار هذا القرار وللبحث في فساد تعليله والانحرافات الخطيرة التي شابتها، وذلك من خلال طرح عدة أسئلة، أسئلة مشروعة، على رأسها كما قلت ما هي الخروقات القانونية التي شابت قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، إن على مستوى الشكل أو على مستوى الموضوع، وأين يتجلى فساد التعليل في حيثيات القرار المذكور. وقبل هذا وذاك، هل هذه المحكمة وقبلها محكمة الاتحاد الأوروبي التي أصدرت القرارين موضوع الطعنين المعروض على أنظار محكمة العدل الأوروبية مختصتين للبت في طعن جبهة البوليزاريو الانفصالية بشأن صحة الاتفاقين المؤرخين سنة 2019؟ ثم لماذا ظل هذا الملف حبيس رضاهات هذه أو دهاليز هذه المحكمة منذ تسجيل الطعنين سنة 2000 على التوالي في 14 دجنبر 2021 و16 دجنبر 2021، أي ما يقارب 3 سنوات، ليتم البت قبل يومين فقط من انتداب نصف تشكيلة الهيئة القضائية التي بتت في هذا الملف، كما جاء في تصريح السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أمس؟ وهل اختلط السياسي بالقضائي في القرار المذكور؟ وأخيراً وليس آخراً، ما هي تداعيات هذا القرار على علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي؟ والأهم من ذلك، ما هو وضع هذا القرار وخلفياته على قضية المغاربة الأولى، قضية الصحراء المغربية؟ أسئلة من بين أسئلة عديدة سيتعرض لها الأساتذة المختصين بطبيعة الحال للجواب عليها. وأبدأ أشجع الاعتذار كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والسيد الوكيل الملك الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط كذلك لوجودهما في مهمة مهنية. وأنا جد مسرور لأستاذي وأستاذ أجيال وأجيال من طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور الحسن بوقنطار أستاذ العلاقات الدولية الذي تتلمذ على يديه الآلاف الطلبة المغاربة وعلى مدى عقود، أستاذ جامعي أغنى المكتبة الوطنية والقانونية بعدة مؤلفات أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر كتاب المغرب والقانون الدولي، وكذلك العشرات من المقالات والأبحاث التي تناولت مواضيع متعددة ومتنوعة. وأنا وجميع الحضور لنا اليقين في أن مداخلته ستزيل الكثير من بقع الظل على هذه القضية، فليتفضل أستاذي المحترم. مشكورا. شكرا سيد رئيس الجلسة. أود أولا أن أشكر السيد النقيب وكذلك أعضاء الهيئة على استضافتنا حول هذا الموضوع الذي كما أشير إليه هو موضوع ذي أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا في سياق طبعا مسلسل إنهاء هذا النزاع المفتعل منذ سنوات من طرف خصوم الوحدة الترابية لبلادنا. وأود أن أشير إلى أنني لن أهتم بالجوانب السياسية، وأقول كذلك أن لدي احترام كبير للقضاء
سواء تعلق الأمر بالقضاء في بلادنا أو القضاء عبر العالم، لأن القضاء كما نعرف هو الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، والقضاة دائما طبعا يحاولون أن يعبروا طبعا عن أحكام قد نختلف معها، ولكننا في العمق ينبغي ونحن هنا أمام رجال القانون وأمام رجال السياسة ينبغي أولا أن نفهم المنطق الذي يقود إلى حكم وما هي التناقضات الداخلية لهذا الحكم نفسه، وهذا ما سأحاول بكل تواضع أن أقوم به. وأود كما هو معروف في المجال القضائي أن أبدي بعض الملاحظات الأولية، هي بريليمينار كما يقولون. الملاحظة الأولى وهي أن المحكمة، ما نسميها بمحكمة العدل بالضبط للاتحاد الأوروبي، هي محكمة تعتبر من الأجهزة الأساسية داخل هذا البناء الأوروبي، وأننا عندما نتكلم عن هذه المحكمة نتكلم في الواقع عن محكمتين، بالعربية ما عندناش، ولكن نتحدث على لو تريبينال اي لا كور. لو تريبينال هو الذي أصدر القرار الأول الابتدائي الذي تم الطعن فيه استئنافيا كما أشير إلى ذلك في سنة 2021، وذلك بموجب طعنين رئيسيين وهما تعلق قدمة المفوضية الأوروبية اللي هي كذلك جهاز، والمجلس الأوروبي. وأشير كذلك في الملاحظة الثانية أن هذه المحكمة هي محكمة تتكون تقريبا من على مستوى الاستئنافي على 54 قاضي، وعلى المستوى الابتدائي على 11 القاضي، إلى جانب عدد من المدعين العامين، وأن القضاة يتم اختيارهم على أساس طبعا عدد من المعايير. إذن نحن أمام جهاز قضائي ليست المرة الأولى التي تفاعلنا معه، بل سبق له إصدار عدد من الأحكام، وسبق لي أن علقت على هذه الأحكام تباعا في سنة 2015 عندما أصدر حكما بعد النازلة، ولكن هذه ثم كذلك استنافيا في 2016 وأصدر في 2018. إذن الذي نعرف هو أن علاقتنا بالاتحاد الأوروبي هي علاقة طبعا يمكن أن أصفها بعلاقة ملتبسة. لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي نتحدث عن تعدد الأجهزة التي تحاول أن تتوازن فيما بينها، وبالتالي فطبعا نحن نعرف جيدا أن المغرب ليس معنيا مباشرة بهذا القرار. المغرب لم يكن طرفا، وإن كان طبعا بالأطراف التي ساهمت في تقديم مذكرة في الطعن، كاين هناك الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير، التي كانت حتى هي طرف إلى جانب طبعا المجلس والمؤذيك ضد من؟ ضد بوليزار، ضد البوليزار. إذا الأطراف اللي عندنا باش نفهموا هذا القرار، هذا أن جوج نتاع الأطراف الرئيسية اللي هي المفوضية واللي هي المجلس، وعندنا طرف آخر دخل في المسطرة اللي هو هذا الفيدرالية ضد بوليزار. هذا الحكم هذا كجميع الأحكام كما نعرف يطرح قضيتين رئيسيتين اللي خصنا نناقشوها وخصنا نتأملوا ونشوفوا شنو هو كيفاش تبنات. المشكل الأول دائما اللي مطروح لنا في الدعاوي هو مسألة المقبولية، لا كيسيون دو روستوفابيليتي، بمعنى هل الطرف
اللي قدم دعوة في البداية وهو البوليزاريو، هل يملك الصفة لتقاضي أمام المحكمة الأوروبية؟ هذا السؤال الأول اللي كان جاوبت عليه المحكمة ابتدائيا، وغادي يتعاود يجاوب عليه يطعنوا عليه. شنو هو الأساس ديالو؟ علاش كنطرحوا هذا السؤال؟ نطرحوا هذا السؤال بالرجوع إلى المادة 163 التي تنظم اللجوء إلى المحكمة، لهذه المحكمة هذه اللي احنا كنتكلموا عليها. شكون اللي يمشي لهذه المحكمة؟ هذه المادة 163 ماذا تقول؟ تقول أنه كل شخص، اسمحوا لي باش ما نرتكبش احنا، مادة 263 بالضبط، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يتقدم بطعن ضد الأعمال الموجهة له أو التي تهمه مباشرة وبشكل فردي أو ضد التصرفات التنظيمية التي تعنيه مباشرة والتي لا تتضمن إجراءات تنفيذية. هذا هو باش واحد غادي يمشي للمحكمة، لهذه المحكمة، راه المادة 263 وضحت، كتقول لك أودي خصو يكون شخص ذاتي أو معنوي. إذن جات المفوضية والمجلس أي الأطراف اللي طعنوا قالوا إن البوليزاريو لا تتوفر على تقاضي، صفة تقاضي. علاش أسيدي لا تتوفر على صفة تقاضي؟ لأنها ليست شخص ذاتي وليست شخص معنوي. هذه ماشي شخص معنوي، ماشي بيرسون مورال. لأن باش تكون بيرسون مورال خصك تكون مرتبط بنظام قانوني وطني. والبوليزاريو ما عندها لا وطن لها. إذن كيفاش المحكمة غادي تعلل لنا هاد الشيء هذا؟ علاش قبلت؟ المحكمة غادي تطرح لنا جوج نتاع المستويات. هاد السؤال الأول اللي باش نفهمو، غادي تجيب لنا جوج نتاع المستويات اللي هي غادي تحاول تجاوب عليها. غادي تجاوب تطرح لنا السؤال الأول وهو أهلية تقاضي بالنسبة للبوليزاريو، ما نسميه لا كاباسيتي ديستي اون جوستيس. هذا السؤال الأول، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، هل البوليزاريو لها صفة للوقوف أمام القضاء، ما نسميه بلا كاليتي بور أجير اون جوستيس. علاش رحنا كنقول لكم هذا الشيء بالفرنسية؟ علاش؟ لأن ما عندناش هذا لو تيكست هذا بالعربية، لأن ما مترجمش. إذن هذه ترجمة شخصية غير باش نفهموا أشنو هو، باش نكونوا عارفين علاش شنو راه حنا نعلم راه حنا كنتكلموا. فيما يتعلق بالمستوى الأول، كتجي المحكمة على خلاف ما جاء في الطعن، كتقول لك أودي فعلا البوليزاريو ليست شخصا معنويا، هذه متفقين عليها. ولكن كتجيب واحد المبرر آخر، وهي كتقول لك أودي هاد الكيان من خلال طبعا ولو أنه منذ نشأ وهو يقدم نفسه على أساس أنه حركة تحرر، الهدف دياله هو تحرير ما يسميه بالصحراء الغربية، وأنه ولو أنه لم يتم الاعتراف له بصفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فإن اعتباره من طرف مجلس الأمن ومن طرف الأجهزة الأممية كفاعل متميز في المفاوضات وفي المشاورات، فإن هذا يجعل منه طرفا قادرا على تعبير عن مطالب ما يسمونه
بالشعب الصحراء. إذن المحكمة اعتبرتنا هذا الطرف هذا ما عندوش صحيح، ما لا يمكن أن نطلب منه الشخصية المعنوية، ولكن بما أنه يعتبر شريك إلى آخره داخل هذه المفاوضات اللي يساهم فيها المغرب والأطراف، فإنه يمكن بهذه الصفة هذا يمكن أن نعتبره طرفا من حقه أن يلتجئ إلى المحكمة. فيما يتعلق بالمستوى الثاني وهو الصفة، فالمحكمة اعتبرت أن البوليزاريو طبعا بكونه يدافع عن إقليم، وهذا شيء أساسي لأننا نحن غادي نرجعوا لهذا الشيء، عن إقليم ما زال قانونيا يندرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا شيء أساسي. نو مازال اليوم في الوقت اللي رحنا نتكلمه لا كاتريام كوميسيون ما نسميه باللجنة الرابعة راه تناقش موضوع الصحراء. إذن بالنسبة للأمم المتحدة ما زال هذا الإقليم يعتبر يندرج، وهذا من المعارك التي ينبغي أن نستمر في خوضها، لأنه لا يعقل أنه من بعد التطورات التي وقعت ومن بعد الاعترافات التي تمت ما زالت الأمم المتحدة لم تغير من منظورها لهذا الإقليم. ولكن بالنسبة للناس اعتبروا أن هذا الإقليم ما زال داخل حكم الذات. المسألة الثانية التي بنت عليها هذه المحكمة، وهذا خصنا نكونوا موضوعيين، هذا التصور ديالها هو تصور اللي هو بدأ منذ البداية، يعني أنه جميع الأحكام التي صدرت عنها فهي والتي كانت تتعلق بالبوليزاريو، فهي اعتبرت أن البوليزاريو لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية صحيح، ولكنه من حقه فهذه الشروط اللي تحدثت عنها المحكمة نظر لتمثيليته لهذا الإقليم، فهو طبعا ينبغي أن نعتبره كطرف قابل للتقاضي أمام المحكمة. إذن هذا المستوى الأول. وهناك لاحظوا طبعا المفارقة الكبرى هو أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار طبعا وجود فاعلين آخرين اللي هما يمثلون الشعب الصحراوي واللي هما طبعا يساهمون في الاستشارات الانتخابية التي تقع في المغرب والذين يعبرون عن انتمائهم للمغرب. المحكمة لم تعطي مع الأسف الشديد أي أهمية لهذا الجانب. إذن هذا المشكل الأول، المشكل الأول اللي تبنى عليه القرار واللي طبعا جاوبت عليه المحكمة، وهي اعتبرت إذن أن البوليزاريو من حقه أن يكون مقبولا لترافعي وللتقاضي أمامه. نجيو لمسألة الجوهر باش ما نطولوش، شنو هو المشكل اللي طرحته؟ المشكل اللي ناقشته المحكمة واللي هو مطروح هو أنها تعتبر أن هذا القرار، أن الاتفاق عفوا ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب لم يكن كافيا فيما يتعلق بإبراز موافقة الشعب الصحراوي لبنوده. كما كتقولنا ودي فعلا المفوضية إلى جانب مصالحها قامت باستشارات متعددة لمعرفة رأي الساكنة وموافقتها لكونسونتمون
هذا كيطرح مساله لو كونسونتوم وموافقتها على الاتفاق، ولكن المحكمه هنا اعتقد شخصيا هذا هو الهفوه الكبرى والجانب السياسي اللي مع الاسف الشديد المحكمه غلباته فيما يتعلق بهذه النقطه. شنو كتقولنا المحكمه فيما يتعلق بهذا طلب الموافقه؟ كتميز لنا بين جوج نتاع المفاهيم. كتقول لك اودي فعلا المفوضيه مشات ودارت استشارات وطلبت الراي الى اخره، ولكن طلبت الراي نتاع الساكنه، ما طلبتش الراي نتاع الشعب. اذا كدير لنا واحد التمييز، واحد التمييز ما بين الساكنه لا بوبولاسيون وما بين لو بوبل بالصحراء. كتقول لك اللي هو هاد الناس اللي تم الاستشاره ديالهم هما صحيح الاغلبيه ديالهم لا تنتمي الى الشعب الصحراوي، وهذا هذا هو الخلل الكبير في هذا القرار. ضالي ماشي هو المساله لجوء البوليزاريو الى اخره، هذا مساله في اعتقادي شخصيا مساله اللي هي سبق للمحكمه نظرت لها، ولكن المحكمه ما عطاتناش شنو هي المعايير اللي نبنى عليها هذا التمييز في الوقت الذي نعرف ان مساله تحديد هويه الاطراف المشاركه في الاستفتاء عندما كان النقاش حول الاستفتاء طبعا كانت من بين القضايا الجوهريه التي كانت مطروحه، ومساله تحديد الفرق بين الشعب وبين الساكنه فهاد النزيله ديالنا بالخصوص هي مساله مستحيله، مساله مستحيله. وراه لاحظنا احنا ما غاديش نرجعوا طبعا لمسلسل تحديد الهويه الذي عرفه هذا الملف هذا، حيث انه رغم المعايير التي تم وضعها سواء من طرف بيريز ديكويلار او من طرف الامناء العامين وكذلك طبعا تدخلات الممثلين الشخصيين لهؤلاء الامناء العامين، ولكن لاحظنا ان هذه القضيه تحديد الهويه اي من هو الصحراوي هذه مساله اعتقد شخصيا ان المحكمه جانبت الصواب فيها، جانبت الصواب فيها وغلبت المنطق السياسي، غلبت المنطق السياسي لصالح تصور اعداء الوحده الترابيه، حيث انه اعتبرت فقط رجعتنا الى سنه 71. واش فهمنا؟ رجعتنا ل 71 بمعنى رجعتنا الى ذلك التصور الذي كان يعتبر ان الصحراويين هم الذين تم احصاؤهم من طرف فقط الاحصاء اللي وقع اللي دارته اسبانيا في سنه 1971، بمعنى انه في ذاك الوقت لم يكن يتجاوز العدد 70,000. وهذه كانت النقطه الخلافيه الكبرى فيما يتعلق بهذا الملف. اذا هاد المحكمة عندما ميزت واعتبرت أنه لم تتم الاستشارة نتاع حد الشعب الصحراوي، فطبعا نحن نتساءل من هو اليوم شكون هو الصحراوي؟ الصحراوي طبعا نعرف جيدا أنه وقعت تحولات ديموغرافية منذ استرجاع المغرب لصحرائه، و أجيال اللي هي تعاقبت اليوم في الصحراء، وبالتالي إذا كان من ضروري وبالخصوص في هذه النقطة أن نفحم المحكمة، فطبعا أتصور أنه في هذه النقطة اللي كان التعليل تاع المحكمة يظهر لي كان تعليلا ضعيفا يجانب المعطيات السوسيولوجية، يجانب المعطيات الحقوقية، وكذلك يجانب المعطيات المرتبطة بمراقبة طبعا المنتظم الدولي
لهذا الملف وخاصة ما يتعلق بالاستفتاء. إذن بصفة عامة هاد جوج نتاع القضايا هي اللي جوارية. باش نكونوا شوية نتقدموا، شنو هو الآن القضايا اللي مطروحة علينا في العمق حسب الاجتهاد ديالي؟ المغرب سجل مكتسبات جوهرية كما أشار إلى ذلك سيدنا النقيب وكما هو معروف. والمغرب أنا شخصيا أقول دائما ملف الصحراء انتهى، ملف الصحراء انتهى، انتهى سياسيا، ولكن مازال قانونيا فيه إشكالات. فيه إشكالات، شنو هي الإشكالات اللي عندنا؟ الإشكال الأول هو هذا الشيء، خصنا نصفيو هاد التوصيف نتاع الإقليم بأنه ما زال خاضعا للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. المشكل الثاني هو أن قرارات مجلس الأمن، ونتطلع إلى القرار الذي ربما سيصدر في نهاية هذه، أنه يكرس اختيار ما نسميه بالحكم الذاتي كأرضية واحدة للتفاوض. والمسألة الثالثة أو المعركة الثالثة اللي هي لا شك أن الدبلوماسية المغربية مجندة لها، هي ضرورة طرد ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي. هذه بعض الملاحظات اللي هي حاولت أن تكون أكثر قانونية. أشكركم على حسن الاستماع. شكرا دكتور حسن بوقنطار على هذا العرض القيم، والذي قلت بداية أنه سيكشف المعقد شيئا ما. قبل أن أعطي الكلمة للأخ الموالي أرحب بممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأسجل اعتذار ممثل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأرحب بالأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية. لن أجازف بإعطاء تركيز أو إعادة ما قاله الدكتور حسن بوقنطار، ولن أجازف كذلك بالتعليق عليه. أعطي الكلمة مباشرة للدكتور زكريا أبو الدهب. الدكتور زكريا أبو الدهب من الأساتذة المتميزين بجامعة محمد الخامس، مختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، خبير دولي في العلاقات المغربية بشركاء المملكة المغربية سواء الأوروبيين أو العرب أو الأفارقة. له العديد من المقالات والأبحاث المهمة في هذه المجالات المتشعبة. نرحب به وأتمنى أن يكمل ما وضحه لنا مشكورا الأستاذ حسن بوقنطار. شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم أولا على هذه الدعوة الجميلة، وأيضا التي أتت في وقتها. وبالمناسبة بطبيعة الحال أحيي كل الحاضرين في هذه القاعة البهيجة، ومرة أخرى أشكر الأستاذ حسن بوقنطار صراحة مزيان هذا حسن الذي في الواقع لم يأتي على صغيرة ولا كبيرة إلا حللها وناقشها، وبالتالي كنت أتساءل يعني كيف سيكون أو ستكون مداخلتي في ضوء ما تقدم به، وحتى أكون خفيفا على القاعة دون تكرار ما قيل سابقا. وأنا متفق مع على أساس أننا الآن في مرحلة دقيقة جدا في مسار أو مسارات القضية الوطنية، وبطبيعة الحال ينبغي أن يعني لا نستعمل لغة الخشب. وقد أوضح الأستاذ بوقنطار عندما أشاد بالقضاة بصفة عامة وبينهم قضاة محكمة العدل الأوروبية، وأنا من جانبي أيضا أقول وأعترف بأن نعم هناك
تقييم من هذا المستوى، إلا أنه القضاة هم أنفسهم نساء ورجالا غير معصومين من الخطأ، وبالتالي يمكن أيضا أن نناقش حيثيات les attendus, la motivation بما تقدم بهم من آراء أو أفكار مدمرة في قرارات قضائية. والحالة هذه نحن نتحدث عن قرار أغي وليس أفي كونسلتاتيف، صدر عن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، وأخذتني الذاكرة إلى 10 دجنبر 2015. وكما تعلمون 10 دجنبر من كل سنة هو يعني تاريخ الإعلان عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948، وكان وقتها المحكمة الحالية كما قال الأستاذ بقنطار لو تريبونال، وأضيف أن هناك ما يسمى بمحكمة خاصة بالوظيفة العمومية التي تخص أيضا موظفي الاتحاد الأوروبي، أصدر لأول مرة قرارا قاضي بإلغاء دون إيقاف. آنذاك لم نكن نتحدث عن الصيد البحري، وإنما كنا نتحدث عن قرار أو اتفاق حتى على مستوى التسمية معقد، شيء ما اسمه l'accord sur la libéralisation des produits agricoles, les produits agricoles transformés, le poisson et la pêche. ثم بعد ذلك تقدم خصوم المملكة، وهنا نتحدث عن جبهة البوليساريو، ولكن مخافية أعظم طبيعة الحال هذه فقط الشجرة ولكن وراءها الغابة، ونتحدث عن الجزائر بطبيعة الحال التي عبأت من وسائلها من أجل أن تجر المغرب إلى أكاد أقول حرب جيواقتصادية، بمعنى أنها تعتمد عقيدة ما يسمى بالكونتينمنت الاحتواء، وحتى أنها تذهب لتفقير المغرب والدفع به إلى أن يعني يستثمر أكثر من مجهوداته، وبالتالي دفعه إلى الانهيار. وهذا شيء أساسي، ويمكن أن أدعم قولي بوضع الحدود الإقليمية ما بين المغرب والجزائر، هي مقفلة منذ 1994، ويمكن أن نتساءل لماذا، لأن هناك فعلا حرب جيواقتصادية خفية، والجزائر خبيرة في هذا المجال لأن لديها إمكانية توظفها، وتوظفها حتى من أجل اختراق المنتظم الأوروبي. حضرة السيدات والسادة، أريد أن أقول بأن هناك أيضا تكتيك وهناك استراتيجية، هناك الجوانب القانونية نعم والتحصيل حاصل، لا يمكن أن نهرب من هذا القرار الذي أولا هو نافذ وإلزامي، إلي إكزيكوتوار إلي أوبليغاتوار. محكمة العدل الأوروبية التي أنشئت سنة 1951، بمعنى أنها سبقت حتى السوق الأوروبية المشتركة التي أحدثت بموجب اتفاق روما 1957، دخلت حيز النفاذ 52، ولديها قضاة مرموقين إلى آخره. الرئيس الحالي هو بلجيكي الجنسية، ظفر بولاية ثالثة كل 3 سنوات، لأنه منذ 2016 من أجل أن يترأس هذه المحكمة. ونحن نعرف وجوبا القانون والحقوقيين البلجيكيين لديهم نوع من النفور من القضية الوطنية، ويمكن أن أعطي مجموعة من الأسماء، دافيد كورتان إتسيتيرا إتسيتيرا، وهم ينتمون بالخصوص إلى UELB لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل، وأن هذا القاضي ربما اعتمد هذا المقترب والذي يشكك في إمكانية الحكم الذاتي المقترح المغربي أن يترجم على أرض الواقع ما يسمى بتقرير المصير. وبالتالي هناك يعني بعض الملابسات، والأستاذ بقنطار صراحة في الأول هضر على واحد مسألة مهمة جدا، قال بأن قرار المحكمة هو ملتبس في لبس، هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، ما يخيفني من ناحية القانونية أن هناك تراكمات اجتهاد قضائية، بمعنى وإن كان المغرب يقول شكلا بأنه غير معني بهذا القرار، إلا أنه من ناحية التحليل القانوني المعمق بطريقة غير مباشرة on va subir les conséquences de cet arrêt. والمثال يمكن أن نقول هو أنه أولا اتفاق حول الفلاحة سيظل ساري المفعول فقط لسنة إضافية، إعمالا بمبدأ الاحتفاظ بالإكليبر كونتراكتويل، لأن هناك مصالح ينبغي أن تحصن، ولكن اتفاق الصيد البحري ينبغي أن نذكر ذلك بأن المغرب فطن في يوليوز 2023 على أساس أن هناك قرار طور الإنجاز، وأنه ليس من مصلحته أن يجدد ما يسمى بالبروتوكول الملحق لاتفاق سنة 2006، لأن البروتوكول يتحدث عن المقابل المالي، عن طبيعة
الاسماك enfin les prises les captures etc etc كأن المغرب أحس بأن هناك شيء ما يطبخ ما بين مزدوجتين وأن قرار 2021 سبتمبر سوف تؤكده محكمة العدل الأوروبية التي تدخلت على أساس أنها محكمة نقد وإبرام c'est une cour de cassation وعندما نبحث أيضا في بعض الجزئيات وفي بعض السياقات نرى بأن حتى فرنسا بداخلها هناك جمعيات جوزي بوفي كنعرفوا شكون هو كيمشي للحقول ديال درا ويدمر وكان عنده مشاكل حتى بعد دون أن أذكر الأسماء المغاربة الذين هم في المسؤولية وهو كان ضد إبرام اتفاق مع المغرب المواد الفلاحية سواء تعلق الأمر بالصحراء المغربية أو غير الصحراء المغربية بحيث يعتبر بأن المغرب لا يحترم بعض الأنماط ولا بعض القواعد المتعلقة بحماية البيئة مثلا استعمال المبيدات إلى آخره إلى آخره لو كونسي ديتا فرونسي مجلس الدولة الفرنسي أيضا هو أحال طلبا وفد إليه عن طريق محاكم فرنسية والحالة هذه السؤال المطروح كيف استطاع البوليزاريو أن يخترق الدول الأوروبية يمكن أيضا أن نتحدث عن بلجيكا يمكن أن نتحدث عن المحكمة المملكة المتحدة يونايتد كينغدم 2018 كانت يعني واحد طلب من هذا القبيل في الوقت اللي المحكمة بعد ذلك أو كانت أيضا محاولة لإلغاء اتفاق التبادل الحر الذي أبرمه المغرب مع المملكة المتحدة في أكتوبر بالتحديد 2019 لاكور داسوسياسيون ولكنها اعتبرت بأن الجبهة الانفصالية ليست لها صفة قانونية ولكن مرت عن طريق منظمات المجتمع المدني للوصول إلى مآربها يعني أعمال على تفادي ما قاله الأستاذ كاين واحد المبدأ جاء في القرار ديال المحكمة سمي بمبدأ لفي غولاتيف دي كونترا بمعنى الأثر النسبي للاتفاقيات على أساس أنه لا يمكن للاتفاقية أن تحدث يعني حقوقا أو حتى التزامات يعني دي زوبليغاسيون بالنسبة لأطراف لم تشارك في المفاوضات والحالة هذه نتحدث عن المفاوضات التي أجراها المغرب مع الاتحاد الأوروبي أريد أن أذكر فقط بشيء أساسي أعتبره مهما جدا من ناحية التحصيل القانوني والقضائي وغيره أنا صراحة أتساءل لا أريد أن أستفزكم ولكن أتساءل لماذا من 2021-2024 إلى الآن ثلاث سنوات ظلنا صامتين ولا ربما لم نحرك ساكنا ولم نستبق من أجل أن نستبق هذا القرار ونهيئ الأوراق والملفات الأساسية من أجل المحاججة ومن أجل المرافعة والترافع وأتساءل ربما وزارة الخارجية قد تجيب على هذا السؤال لماذا المغرب ليس طرفا في هذه القضية نعم نقول بأننا غير معنيين شكلا لأنه المجلس الاتحاد الأوروبي اللي هو مجلس وزاري مدعما من طرف المفوضية الأوروبية ولكن كانت هناك دول أخرى شاركت في المسطرة كفرنسا كهنغاريا كاع الدول اللي كانت عندها ردود فعل إيجابية لصالح المغرب كلها كانت يعني طرفا مدنيا في القضية تدافع على اتفاقات إسبانيا أيضا لأنه تهتم بالصيد البحري ويمكن أن نخلص إلى نتيجة أولية وهي أنه ينبغي للمغرب أيضا أن يستثمر في هذه الدول وأن يبحث في بدائل من أجل إبرام أنا كنعرف شنو كنقول لأنه السياسة التجارية الأوروبية هي سياسة موحدة ولا يمكن هنا أن نستصيغ اتفاقات ثنائية محضة ولكن يمكن أن نعتبر بأن هناك صياغات إضافية من خلال بعض اللي سكونا بالمونتاج وأن نبحث في استثمارات مشتركة لأنه الطريق معبأ خصوصا نترقب إلى زيارة سي ماكرون آخر هذا الشهر إن تمت ثم أيضا ترجمة الخريطة يعني خريطة الطريق عفوا المشتركة ما بين المغرب وإسبانيا هائلة جدا ناهيك عن مسارات استراتيجية أخرى مع دول كحتى بلجيكا التي اعترفت بمركزية الحكم الذاتي ألمانيا هولندا إلى آخره إلى آخره ولكن ما ألاحظه صراحة بأن هناك نوع من التقصير في تحصين الشراكة المغربية الأوروبية اتفاق ديال الشراكة 1995 فيه بعض المقتضيات التي كانت تشير إلى ما يسميه القانونيون بلوشان دابليكاسو نطاق التطبيق المادي والإقليمي إلى آخره تم السكوت على وضع القانوني للصحراء المغربية ولم يدرج في
في إطار صلب هذا الاتفاق إعمالا يعني وكم من حاجة قضينا بتركها. ولكن ماذا تم في 2010؟ وهذا مهم جدا لأن اهتموا حتى بالسياقات للبروسيسوس. أبرم المغرب ثلاث اتفاقات مهمة على شكل MOU Memorandum of Understanding يعني مذكرة تفاهم. الأولى اتفاق حول الفلاح والذي لم يكن مدرجا مباشرة في إطار اتفاق الشراكة ولا التشارك ديال 1995، وعلما على أنه المغرب يعني أسس منطقة التبادل الحر دخلت حيز النفاذ سنة 1012. لأجل ذلك أقول لكم بأن الجزائر حريصة جدا على أن لا يستفيد المغرب بالعمق الأوروبي وبالتالي الضرب على كل المكتسبات الاقتصادية. وهنا ندخل في الحرب الجيواقتصادية الشاملة، لأنه يمكن أن نتحدث عن تكتلات أخرى كلا سيديهو ويعني أعي ما أقول. الاتفاق الثاني هو متعلق بمذكرة تفاهم حول التسوية الحبية للمنازعات الممكنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الشراكة. أنا أتساءل ما دور هذا الجهاز أو هذا الميكانيزم إذا ما ذهبنا إلى محكمة العدل الأوروبية؟ لماذا لم يتم تفعيل هذا الجهاز؟ وبالتالي ما دوره علما على أنه قائم بذاته؟ اتفاق. الاتفاق الثالث هو متعلق بإمكانية منح المغرب الولوج إلى ما يسمى بالوكالات الأوروبية بحال أوروجوس ديال لا جوستيس، لا لوت كونت لو تيروريسم، ديال أريان إلى آخره إلى آخره. ثم في 2013 أبرمنا ما يسمى بإعلان حول حرية التنقل لا موبيليتي. جاء الوضع المتقدم في 2008، الجزائر أرادت أيضا أن تنسفه معتمدة على جبهة البوليزاريو. 2012 تم تقدم إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء القرارات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تدخل ما يسمى بالصحراء المغربية، ما يسمى في إطار صلب هذه الاتفاقية. ومتماجت تسلسل ديال التراكم ديال الجهاد القضائي. للآن نحن حابسي هذا القرار ولا يمكن الفرار منه، علما كما قلت إلى لاحظت ردود الفعل الدول الأوروبية ماذا قالت. كل دولة أخذت علما، شاك إتا أبخي نوت، ولكن ماشي أبخي أكت، حيت كاين فرق ياك قانونيين. أبخي نوت بمعنى أخذت علما، نعم مزيان، ولكن سوف ندرس من بعد ما هي الآليات التي يمكن تفعيلها من أجل تحسين المكتسبات. لأن المغرب فاعل قوي جدا في لا ميديتيرانية أوكسيدونتال، أفريك دو نور إي أودولا. ثم ذلك يأتي من خلال حتى مصداقيته في تدبير الهجرة غير النظامية إلى آخره إلى آخره. وهذا مهم لأنه لا جوزيب بوغيل ممثل سامي للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي ولا أرسولا فوندرلين اللي هي الرئيسة ديال المفوضية قال وذكر بمبدأ نعرفه كقانونيين وهو باكتا سونت سيرفاندا. وحتى أذكر ظاهر التزامات والعقود المعدل كان يتحدث عن العقد شريعة المتعاقدين. بمعنى الآن نحن لسنا في الصدام ولكن في تفكير عميق كيف يمكن أن نزاوج ما بين ضرورة الحفاظ على المكتسبات الهائلة مع الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الوضع المتميز للمغرب. ولم أذكر بأنه كنا نتفاوض بشأن إبرام ما يسمى بالاتفاق الشامل للتبادل الحر الذي كان من المنتظر أن يدرج بشكل أكبر القطاع الفلاحي، داكشي علاش كنهضر على لا جيويكونومي لا غير، ثاني الاستثمارات، ثانية حرية الاستقرار ما يسمى بلو دوا ديتابليسمون. دابا هذا خصنا نعيد التفكير. ثم ثانيا هناك مشروع هائل جدا لا نتحدث عنه كثيرا وهو مشروع إقامة ما يسمى بالفضاء ليسباس الفضاء الاقتصادي المشترك ليسباس ايكونوميك كومون. في اوروبا كاين واحد المثال ديال 4 ديال الدول اللي هي مشتركه فيه، هي 3 في الصراحه، النرويج ليشتنشتاين وايسلند، لا سويس ما دخلاش معاه. وعندنا اتفاق اخر مع لاسوسياسيون اوروبيان دو ليبريشون ديال 1997، وهاد الاعضاء ديال هاد التكتل لديهم الحريه ديال التنقل والامكانيات هائله للولوج الاتحاد الأوروبي. بالتالي كان هذا المشروع قائم وكنا نقول بأننا سنذهب إلى أجراءته إذا ما تم الإبرام ديال اتفاق شامل حول يعني المبادرات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فلا أريد أن أطيل بطبيعة الحال لأن هذا القرار يقتضي منا تمعن وإعادة قراءته مجددا ثم مجددا. وهناك أشياء كثيرة جدا
ذكرها الأستاذ بقنطار حول ما يسمى بالتمثيلية، ثم ما قال قضية الصحراء المغربية في دهاليب الأمم المتحدة. ننتظر القرار الذي سوف يصدر في آخر أكتوبر 2024، ولكن كخلاصة مجمل القول وهو أنه ما دامت القضية ديال الصحراء المغربية وصلت لهذه النتيجة منطقيا مدرجة في اللجنة الرابعة، ولا زال الإقليم يعتبر على أنه إقليم غير متمتع. أستاذ بقنطار يتحدث عن الحكم الذاتي، نعم ممكن نتحدث عن شيء آخر، فالمحاكم الأخرى تصوروا معي غدا البوليزارو يمشي للمحكمة الأمريكية لورغانيزاسيون دي زيتاز أمريكا، يمشي لاكور دو جوستيس ديال لافريك أفريكان، غادي يعتمد على هذه السابقة وسوف يقول انظروا الاتحاد الأوروبي ألغى الاتفاقين، فإذا منطقة التبادل الحر لا يمكن لها الإفريقية أن تشمل أيضا الصحراء المغربية. هذا هو الاستباق الذي ندعو إليه. لأجل ذلك أنا أحيي الزملاء المحامون، محاميات المحامون، وشكرا لكم، وكنعتذر إلى أثقلت عليكم. شكرا دكتور زكريا أبو الذهاب على هذا الطبق الدسم من المعلومات القانونية والسياسية. المتدخل الموالي هو الدكتور عبد الحفيظ الدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس والخبير السياسية، كذلك أستاذ جامعي أغنى الخزانة القانونية بالعشرات من الدراسات والأبحاث في شتى مجال القانون. كذلك أغتنم المناسبة لأهنئه على ظفره يوم السبت الماضي بثقه زملائه أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وانتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لهذا الحزب العريق. الكلمة لكم أستاذ عبد الحفيظ الدمينو، ولكن قبل ذلك بالإضافة إلى الأسئلة التي طرحتها سابقا لا أريد أن أخرج من هنا وهناك سؤال ما زال يرن في رأسي، هل هناك طريقة من طرق، ليست هناك طريقة طعن في هذا القرار، هل هناك درجة ثالثة للتقاضي أم أن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقذبي ولا يمكن أن نتكلم عنه، أو كما قال الدكتور زكريا أبو الذهاب أن نكون السباقيين في مسائل أخرى. أعطي الكلمة للدكتور عبد الحفيظ الدمينو. مشكور. تعرض الغير خارج على الخصوم. شكرا سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية لابد أن نتوجه بالشكر إلى السيد النقيب وإلى أعضاء مكتب الهيئة وأعضاء الهيئة على دعوتهم الكريمة لأشارك معكم في هذا اللقاء، اللقاء القانوني حول قرار أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية، فشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. ربما أنه من الصعب أيضا أن أتناول الكلمة بعد أستاذي الحسن بقنطار، على اعتبار أنه أيضا أنا أيضا من طلبته في كلية الحقوق، وأيضا بعد صديقي العزيز أستاذ زكريا، لكن سأحاول أن أقارب مداخلتي هذه أن تقارب بعض الجوانب القانونية المرتبطة بهذا القرار، والتي جزء منها أو جزء من عناصرها يتقاطع مع مداخلة الأستاذ بقنطار والأستاذ زكريا والذهب. بداية لابد من الإشارة إلى أن هذا القرار كيفما جاء في المداخلة السابقة هو صادر عن هيئة أوروبية ضمن البنيان والمنظومة الأوروبية بطبيعة الحال، وهذا أيضا وطبيعة القرار ومضمونه يكشف أيضا هذه العلاقة الغامضة، العلاقة الغامضة حتى بين مكونات البنيان الأوروبي، فإذا كانت مثلا البرلمان الأوروبي وإذا كان مجلس أوروبا، إذا كانت المفوضية أيضا الأوروبية في معظم أعمالها وقراراتها وأشغالها هي دائما تحترم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وسأقدم بعض عناصر ذلك، فإن المحكمة الأوروبية تخرج اليوم بطبيعة الحال لتنتج قرارا أعتبره، وإن كنا نحترم بطبيعة الحال القضاء، ولكن هو قرار ربما أيضا تصور أن يكون له، أن تكون له خلفيات غير الخلفية القانونية الصرفة، وسأقدم ذلك.
هذا المنطلق سأحاول أن أبرهن عليه من خلال خمسة عناصر أساسية. العنصر الأول هو المتمثل في التناقضات التي يكشف عنها هذا القرار، كاين عناصر منها شرحوا لها الأساتذة فيما قبل. طبيعة الحال هذا القرار علاقة ب يعني الأحقية أو مقبولية الدعوة والمتمثلة أساسا في الصفة التي على أساسها تم قبول البوليساريو كطرف في هذه الدعوة، يبدو أنه أيضا حتى المحكمة نفسها هي غير مستقرة على هذا التكييف. التكييف سبق في مناسبات وفرص سابقة أن أقرت بأنه مثلا في القرار 2015 بالفعل المحكمة أقرت، المحكمة الابتدائية أقرت بأن البوليساريو لا يمتلك هذه الصفة القانونية لكي يطعن في القرارات أمامه. فإذا بنا أيضا الآن نحن أمام موقف مغاير، علما بأنه لم تغيرت أمور أخرى في صالح أن يتم تكريس الاجتهاد الذي ذهبت إليه في سنة 2015. تحولات اليوم القضية الوطنية نقلت أيضا انطلاقا من قواعد القانون الدولي، نقلت اليوم النقاش إلى مستوى آخر والمستوى الحكم الذاتي، وهذا الأمر أنا غادي نرجع. إذا قلت أن هذا الأمر فضلا عن الناحية القانونية على أي أساس يمكن قبول الدعوة، انطلاقا من كون أن البوليساريو كيف ما جاء في التعليل ديال المحكمة أنها الأمم المتحدة تعترف بمشاركتها في مسلسل الأممي حول إيجاد حل لقضية الوحدة الوطنية. ولكن بطبيعة الحال هل مشاركتها اليوم وأيضا وفق المستجدات، ونحن نعلم أن هنا ساكنة صحراوية اليوم أيضا مغربية والتي تم انتخابها في الأقاليم المغربية، هي أيضا مشاركة بطبيعة الحال وتشارك في هذه الطاولات وفي هذه المفاوضات. إذا بالتالي عن أي تمثيلية، عن أي بطبيعة الحال تمثيل للصحراويين في هذه المفاوضات. التناقض الثاني بطبيعة الحال أجده في كون أن هذا البناء الذي اعتمدته المحكمة هو لا يتناسب مع القرارات السياسية التي قامت بها دول الأطراف في هذه الاتفاقية ديال الاتحاد الأوروبي. اليوم عندنا 19 دولة أوروبية تقر بطبيعة الحال بأهمية وبمصداقية الحكم الذاتي كحل سياسي. هل هذه الدول ربما أيضا هي ضحية تدليس قانوني؟ إذن هذا كيطرح تساؤل، هل المحكمة الآن تجسد هذا الضمير القانوني للدول الأوروبية؟ إذن بالتالي هذا التناقض في طبيعة الحال يطرح شكوك وربما أنها ستتأكد حتى من 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 الخلفية أو المرجعية التي اعتمدتها. هذه المرجعية التي الآن بنت عليها المحكمة الأوروبية الصفة القانونية للبوليساريو ومنحتها هذه الصفة. المحكمة بطبيعة الحال كتقولنا بأنه هذا الحضور في المفاوضات يمنحها الصفة. أين هي قواعد الأمم المتحدة؟ أين هي اتفاقية فيينا التي تعترف بالأشخاص القانونية كاملة الصفة؟ إذا بالتالي هنا ألا يجد هذا الأمر أيضا واحد التناقض حتى مع القواعد الدولية اللي هي معروفة كما قلت لا في منظومة الأمم المتحدة ولا في الاتفاقيات التي ترتبط بهذا المنظومة الأممية ككل. النقطة الثانية هي الانتقائية للمحكمة. انتقائية للمحكمة تتبين من خلال أن إذا كان بطبيعة الحال القواعد المنظمة لممارسة مهام القضاة تتحدث عن الاستقلالية والتجرد، وهذا وارد في هذا القانون المنظم للمحكمة، لماذا هذه الانتقائية والتجزئة في قواعد القانون الدولي؟ إذا رجعنا للبناء الحجاجي اللي استندت عليه المحكمة نجد أنها تقف في التأصيل في سنة 1997، بمعنى أنه الفترة التي تلت تقديم الحكم الذاتي في 2007 والقرارات الأممية التي تلت اللي صدرت عن مجلس الأمن، هذه صدرت أيضا عن هيئة أممية. إذا لما وكل هذه القرارات الأخيرة عندنا أكثر من 97 ديال القرارات كلها تؤكد على الحل السياسي وتوجه نحو الحكم الذاتي كحل عنده مصداقيته وله بطبيعة الحال واقعيته كحل لقضية الصحراء.
إذن بالتالي فهنا أيضا لماذا هذا التجزيء في المنظومة الدولية، المنظومة القانونية الدولية؟ وقفنا في الأدبيات ديال 66 و 71 و 77 وغيرها، ولكن المحكمة لم تحل إلى ما حدث من تطورات على المستوى الأممي أساسا علاقة بالقضية الوحدة الترابية. وهنا يتضح طبيعة الحال هذه النظرة كما قلت انتقائية وجزئية لقواعد القانون الدولي، وكأن الأمر يرتبط بسردية قانونية تتناسب مع زمن معين ومع قناعات سياسية هي لا زالت مستمرة. وهنا تساؤل على القضاة والتركيبة السوسيولوجية ديالهم والانتماء وأيضا الأصول ديالهم الفكرية والمرجعية، هذا أيضا لابد من الوقوف عليه بطبيعة الحال. إذن وبالتالي فالقرار لم يشير بتاتا إلى الحكم الذاتي مبادرة 2007 وإلى القرارات مجلس الأمن التي تلت هذا القرار. النقطة الثالثة وهو أن هذا القرار ربما قد يطرح نوع من الإشكال المرتبط بالتجانس المنظومة القانونية الأوروبية الكويزيون ديال المنظومة ككل، بمعنى أنه هنا الالتباس اللي تكلم عليه الأستاذ بوقنطار، بمعنى إذا كانت المنظومة القانونية الأوروبية بطبيعة الحال فيها المنظومة القانونية الوطنية وفيها المنظومة القانونية الاتفاقية، فالهياكل الأوروبية تقريبا كلها مجلس الأمن كما قلنا البرلمان الأوروبي كلها تقر واحد العديد من الأمور اللي الآن المحكمة بنت عليها القرار ديال الرفض. ماذا يتعلق مثلا بالتمثيلية ديال السكان؟ عندنا القرارات ديال مجلس أوروبا في المراقبة ديال الانتخابات اللي جرت في الأقاليم الجنوبية، يقر بأن الانتخابات التي جرت في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية كانت انتخابات نزيهة وشر ومشروعة، بمعنى كيف أنه مؤسسة وبرلمان أوروبي يقر من خلال تقاريره التي نشرها في متابعة الانتخابات ويعتبر الأقاليم الجنوبية جزء من المملكة المغربية، والمحكمة الأوروبية بطبيعة الحال كان لها توجه آخر. كذلك مجلس أوروبا في التقارير السنوية دياله كذلك حول حقوق الإنسان هو دائما يستند على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في الدخلة ولا في العيون. إذن وبالتالي هو يعتبر بطبيعة الحال أن المجهود الذي يبذل لا من خلال الدولة من خلال السياسات العمومية، وكينتقر كتشير أنه يشيد بالسياسات العمومية ومنها النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية، ولا كذلك العمل الذي تقوم به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، بطبيعة الحال تعبر عن الدينامية الحقوقية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. إذن وبالتالي فهذا عدم الانسجام يخلق هذا النوع من التوتر ومن القلق بطبيعة الحال من المنظومة ككل، وكأن هذه المحكمة العدل أيضا هي ربما لها مرجعيات مغايرة للمرجعية التي تحكم الدول الأطراف في هذا الاتفاقية. النقطة الرابعة وهي المتمثلة كذلك في التوظيف القسري لمفهوم الشعب، وكيفما تكلم الأستاذ بوقنطار فيما قبل لأنه يتضح بأنه هناك توظيف ينهل من القاموس السياسي للستينات والسبعينات، وتنعرفوا أنه مفهوم الشعب لا في القانون الدولي ولا في القانون الدستوري الوطني بطبيعة الحال تحدد واحد مجموعة العناصر المرتبطة بالجانب الجغرافي الديموغرافي والانتماء السياسي والأيديولوجي وغيرها، ولكن نحن اليوم أمام التكتل البشري اللي فيه جنسيات مختلفة، فيه الماليين، فيه الجزائريين، فيه السنغاليين، فيه الكوبيين، وفيه جنسيات مختلفة، والقرار يحيل على مفهوم الساكنة، مفهوم الشعب، أي ساكنة وأي شعب، خاصة وأنه كما قلنا أن المسار ديال 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 الإحصاء هذا مسار الآن أصبح غير واقعي وغير ممكن تماما. إذن وبالتالي فهذا بطبيعة الحال أيضا أين هو المكون المغربي؟ حتى فرضنا أنه نمشيو في المنطق ديال هذه السكينة، هل الصحراويين الآن اللي موجودين في الصحراء المغربية ليسوا صحراويين بهذا المنطق، وعلما أنهم منبثقين عن انتخابات وعن مؤسسات تمثيلية وانتخبت عن طريق الاقتراع العام المباشر؟
إذن بالتالي فأتصور أيضا حتى على مستوى اليوم حتى على مستوى المنظمات ربما التي كانت حاضنة أو هي التي احتضنت في البداية البوليساريو. أتحدث عن الاتحاد الإفريقي، القرار الأخير اليوم اللي من خلاله أصبح يمنع على ممثل البوليساريو أن يحضر عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية باسم هذه الجبهة والتي تمثل إفريقيا بطبيعة الحال، هو أيضا مسار يمكن أن لم يتم استحضاره في هذا البناء ككل. أخيرا النقطة الخامسة، أتفق بطبيعة الحال أنه الآن الذي يجب أيضا القيام به هو ممكن نسميه بتعزيز اليقظة القانونية، هذاك لافاي جوريديك على مستوى العمل القانوني. هذه اليقظة القانونية اليوم اللي أنا أتفق مع الأستاذ بوقنطار، سياسيا ربما أننا قريبين نهاو هذا الملف من الناحية السياسية، ولكن أتصور أنه الاشتغال اليوم هو على الناحية القانونية من داخل أيضا من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وبطبيعة الحال اليوم نتساءل لماذا ليس لدينا سفير في الاتحاد الأوروبي لحد الآن، فضلا عن أنه أيضا ربما الدبلوماسية الموازية خاصة البرلمانية يمكن أيضا أن تكون يعني واحد رافعة لهذه اليقظة من أجل أن ننتبه لمثل هذه المشاكل ومثل هذه التبريرات والتعليلات التي يمكن أن تصدر عن أي جهة من 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 من, من لا من البناء الأوروبي ولا من باقي يعني التنظيمات الأخرى القانونية عبر العالم. شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا الدكتور عبد الحفيظ دمينو على عرضه القيم والذي كان مكملا لكل من العرضين السابقين. اعتذر للاستاذ الزميل نوفل بوعمري، اعطي الكلمه للاستاذه نعيمه القلاف على اعتبار اننا في اليوم الوطني كما قال السيد نقيب للمراه المغربيه. استاذه نعيمه القلاف هي عضوه مجلس هيئه المحامين بالرباط، رافقتني في ولايتين متتاليتين، فاعله جمعويه وحقوقيه صلبه، فلتتفضل. مشكوره. مقصود نهار اليوم ديال المرأة. شكرا السيد النقيب ورئيس هذه الجلسة، نقيبي العزيز عزيز رويبح، السيد رئيس الجمعية، السيد رئيس الجمعية محمد أقديم، زميلاتي وزملائي، ضيوف هيئة الرباط الكرام، شكرا لأن هذا الموضوع هذا فعلا كان فيه الجانب السياسي والدبلوماسي واللي كان بشكل قوي وكبير، ولكن الجانب القانوني للأسف ما كانش حاضر وما كانش عنده الأهمية القصوى اللي عند الجانب الدبلوماسي والسياسي اللي كتقوم به الدولة. هذا علاش حنا اليوم في هيئة الرباط فكرنا أن تكون الانطلاقة ديال هذه المواكبة ديال الجانب القانوني للجانب الدبلوماسي والسياسي، واللي أنا سميتها يمكن تكون الدبلوماسية الموازية القانونية. علاش؟ لأهميتها، وما خصناش نستهنوا بها، لأن الاجتهادات واللي كما كنسميوها حنا في الخدمة ديالنا كمحامين كنسميوها بالسوابق القضائية، واللي يمكن تكون عندها الخطورة ديالها والتأثير ديالها في استصدار أحكام أو قرارات قضائية أخرى ربما سيكون لها تأثير ولو بسيط. أنا غادي نعتمد بالضبط على القراءة التقنية للحكم، واخا كان صعيب لأنه أولا الحكم حكم كبير، وباش تدرسه وتعطيه أهميته وتعطيه القيمة دياله وتحيط به من جميع الجوانب نظرا للسرعة في تنظيم هذه الندوة، ولكن سألامس بعض النقط اللي هضروا عليها الأساسدة غادي نزيد نأكدها. قراءة في قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر عن غرفتها الكبرى بتاريخ 4 أكتوبر 2024 في قضيتين مضمومتين، اللجنة الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد جبهة بوليساريو، التزاما منا بتشبتنا الدائم لهيئتنا أعضاء ومجلسا ونقيبا
بقضيتنا الوطنية وهي قضية الصحراء المغربية، نرى أنه من واجبنا كفاعلين وشركاء أساسيين في منظومة العدالة بصفة خاصة وفي المجتمع المدني بصفة عامة أن ندافع وباستماتة عن وحدتنا الترابية ومن وجهة نظرنا القانونية وبدبلوماسيتنا الموازية القانونية. وفي هذا السياق ستكون لنا كمحامين قراءة قانونية في القرار الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، وعليه نستهل قراءتنا لهذا القرار بالتعريف بالأطراف التي شاركت في مراحل المسطرة المباشر أمام الهيئات القضائية للاتحاد الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية لم تشارك للأسف في أي مرحلة من مراحل المسطرة المذكورة كما ذكرت بذلك في بلاغها الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 1. القضية الأولى عدد 778 سي 778 على 2021 بي، تضم الأطراف التالية: اللجنة الأوروبية بصفتها طاعنة، جبهة البوليزاريو بصفتها مدعية خلال المرحلة الابتدائية، مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته مدعى عليه خلال المرحلة الابتدائية، مملكة إسبانيا، الجمهورية الفرنسية، غرفة الصيد البحري للبحر الأبيض المتوسط، غرفة الصيد البحري لشمال البحر الأطلسي، غرفة الصيد البحري لوسط البحر الأطلسي، غرفة الصيد البحري لجنوب البحر الأطلسي بصفتهم أطراف متدخلين في المرحلة الابتدائية. القضية الثانية عدد سي 798 على 2021 بي، تضم الأطراف التالية: مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته طاعناً مدعوم من مملكة بلجيكا، هنغاريا، الجمهورية البرتغالية والجمهورية السلوفاكية بصفتهم أطراف متدخلين في الطعن، جبهة البوليزاريو بصفتها مدعية خلال المرحلة الابتدائية، مملكة إسبانيا، الجمهورية الفرنسية، اللجنة الأوروبية، غرفة الصيد البحري للبحر الأبيض المتوسط، غرفة الصيد البحري لشمال البحر الأطلسي، غرفة الصيد البحري لوسط البحر الأطلسي، غرفة الصيد البحري لجنوب البحر الأطلسي بصفتهم أطراف متدخلين خلال المرحلة الابتدائية. في إطار طعنها التمست اللجنة الأوروبية في القضية الأولى ومجلس الاتحاد الأوروبي في القضية الثانية من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الإلغاء الجزئي لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2021 والقاضي بإلغاء كل من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتوقيع اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول دخوله حيز التنفيذ، فضلاً عن إلغاء تبادل المراسلات المرفقة للاتفاق المذكور، وحيث إنه من بين الدفوع الأساسية المثارة من طرف الطاعنين نجد أهلية المدعي في التقاضي التي تعتبر من المبادئ المسطرية الأساسية المنصوص عليها في جميع القوانين، بالإضافة إلى الدفع المتعلق بالتدخل في العلاقات الخارجية من طرف القضاء الأوروبي بمناسبة تأويله لنصوص تعاقدية. حول أهلية الطرف المدعي في التقاضي، أكد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية لسنة 2006 في بنده 11 أن هذا الاتفاق يطبق على صعيد التراب المغربي والمياه التي توجد تحت الولاية القضائية المغربية. وقد عرف البند الثاني في هذا الاتفاق منطقة الصيد البحري زون دو بيش ماروكان بالمياه التي تخضع للسيادة أو للولاية القضائية المغربية، وحيث أن جبهة البوليزاريو سبق لها وأن أقرت في إحداث كيان وهمي يدعى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي لم تعترف بها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها مفتقدة للشخصية المعنوية التي تمكنها من التقاضي أمام هيئات الاتحاد الأوروبي، وتحديداً توافر شروط الصفة والمصلحة. بتاريخ 16 أبريل 2018 عقب إصدار القرار المؤرخ في 27 فبراير 2018 في قضية ويستر صحراء كومباني عدد
16 على 226 على 16 وافقت اللجنة الأوروبية على فتح المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية قصد تعديل اتفاق الصيد البحري لسنة 2006 سالف الذكر لضم المياه المجاورة للصحراء المغربية. توظف في هذا الاتفاق اللجنة عبارة الصحراء الغربية. وبتاريخ 24 يوليوز 2018 أسفرت المفاوضات عن إحداث اتفاق مبدئي جديد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، بالإضافة إلى بروتوكول دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق وكذلك تبادل المراسلات المرفقة له. وبتاريخ 14 يناير 2019 ببروكسل تم توقيع اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وما يرافقه من بروتوكول ومراسلات. وحيث أن البند الأول من اتفاق الصيد البحري يعرف منطقة الصيد البحري زون دوبيش بمياه البحر الأطلسي الشرقية الوسطى الموجودة بين المتوازيات 18-47-85 شمالاً و 20-13-46 شمالاً بما في ذلك المياه المجاورة للصحراء المغربية، ويوظف كذلك الاتفاق عبارة الصحراء الغربية والتي تغطي كل مناطق التدبير. وحيث أن البند الخامس من الاتفاق في فقرته الثانية ينص على أنه لا يمكن للسلطات المغربية أن تمنح تراخيص الصيد للسفن الأوروبية إلا في إطار هذا الاتفاق. وحيث أن البند السادس في فقرته الأولى ينص على ما يلي: من أجل ضمان تنظيم لصيد بحري مستدام على سفن الاتحاد التي تنشط في منطقة الصيد الالتزام بالقوانين والأنظمة المغربية المنظمة للأنشطة في هذه المنطقة ما لم ينص مقتضى آخر في هذا الاتفاق بخلاف ذلك. وفي إطار تبادل المراسلات بين الطرفين أكدت المملكة المغربية بأن منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه جميع صلاحيات السيادة كباقي التراب الوطني المغربي. ويعتبر المغرب بأن حل هذا النزاع الجهوي يجب أن يتم على أساس مبادرته للحكم الذاتي. وفي إطار اعتراض جبهة البوليزاريو على هذه المقتضيات والتبادلات بادرت هذه الأخيرة إلى رفع دعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي عن طريق تسجيل مقالين بتاريخ 10 و12 يونيو 2012 قصد إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوقيع اتفاق شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وحيث أن الإشكالات القانونية المطروحة هي كالتالي: هل تتوفر جبهة البوليزاريو على الشخصية المعنوية التي تمنح لها أهلية التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي؟ وهل تتوفر الجبهة على الصفة التي تخول لها مشروعية الدفاع عن سكان الأقاليم الجنوبية؟ وهل تتوفر الجبهة على شرط المصلحة المباشرة وفقا لنصوص القانون الأوروبي؟ من حيث الشكل أكد كل من المجلس واللجنة في دفوعهما بدعم من الجمهورية الفرنسية ومن غرفة الصيد البحري بأن جبهة البوليزاريو لا تتوفر على الأهلية التي تمكنها من التقاضي أمام هيئات الاتحاد الأوروبي، وقد اعتبروا بالإجماع أن الجبهة لا تتوفر على الشخصية المعنوية طبقا لما ينص عليه القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وقد أكد المجلس بأن المحكمة قد جانبت الصواب بتأويلها بشكل مستفيض لمبدأ الشخصية المعنوية، حيث اعتبرت بأن صفة البوليزاريو التمثيلية أمام منظمة الأمم المتحدة تخول لها الشخصية المعنوية للتقاضي كذلك أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تبعا لمستنتجات المحامية العامة. ويستشف من التأويلات غير الموضوعية بأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد جانبت الصواب حين اعتبرت
بأن الدور التمثيلي الذي تقوم به جبهة البوليزاريو أمام المنظمات من شأنها تنظيم العلاقات بين الدول ونقاش القضية بشكل سياسي وليس بشكل قانوني وفي إطار محدد يقارن بالأهلية القانونية للتقاضي أمام المحاكم، فالشخصية المعنوية عليها المنصوص عليها في المادة 263 في فقرتها الرابعة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لا يمكن تعريفها بشكل غير موضوعي ومستفيض من خلال مقارنة ذاتية لوضعيات تحكمها سياقات مختلفة. وبخصوص موافقة سكان الأقاليم الجنوبية على اتفاق الشراكة، اعتبرت اللجنة بأن وضع جبهة البوليزاريو ودورها التمثيلي يظلان محدودان، فضلاً على اعتبار بأن محكمة الاتحاد الأوروبي لم تحدد بشكل صحيح القانون العرفي الدولي، في حين أنه كان ملزماً في تلك القضية. ومن حيث الشكل أيضاً طرح الدفع المتعلق بمصلحة الطرف المدعي، حيث إن عدم توفرها على الشخصية المعنوية المنصوص عليها في المادة 263 من المعاهدة المشار إليها أعلاه تنعدم كذلك مصلحة الطرف المدعي، بحيث لا يمكن اعتبار الجبهة معنية بشكل مباشر كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوقيع اتفاق شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. وقد أثيرت هذه الدفوع المتعلقة بمصلحة الطرف المدعي من طرف كل من اللجنة والمجلس وجمهورية فرنسا وغرف الصيد البحري، معتبرين بأن محكمة الاتحاد الأوروبي ارتكبت مجموعة من الأخطاء في تقديرها للآثار القانونية لقرار يقضي بإبرام اتفاق دولي يعني بين الدول، بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب. وقد أكدت غرفة الصيد البحري على أن مبدأ الحماية القضائية الفعالة لا يمكن تمديده لصالح مدعي غير أوروبي قصد الدفاع عن حقوق جماعية تندرج من القانون الدولي. ورغم هذه الدفوع الموضوعية، توجهت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي إلى تأويل ذاتي، معتبرة بأن جبهة البوليزاريو لها الحق في الطعن أمام القاضي الأوروبي قصد الاعتراض على عمل من أعمال الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه المساس بشكل مباشر بالوضعية القانونية لسكان الأقاليم الجنوبية. وتطرح أيضاً مسألة تدخل القاضي الأوروبي في العلاقة الخارجية. حول تدخل القاضي الأوروبي في العلاقات الخارجية، أكدت اللجنة الأوروبية بأن القرارات القاضية بإبرام اتفاق دول خارج الاتحاد تستوجب مراعاة مصالح الاتحاد الأوروبي موازاة مع احترام الأهداف المتعلقة بالنشاط الخارجي المنصوص عليه في المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويحظى مجلس الاتحاد الأوروبي بصلاحيات واسعة تتعلق بموازنة مفهوم عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة مع باقي أهداف الاتحاد على الساحة الدولية. وبالتالي حيث أن اللجنة الأوروبية فإن الرقابة القضائية لا يجب أن تتعدى حدود معرفة ما إذا كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد خرقت بشكل سافر أم لا شرط تطبيق المبادئ السالفة، وحيث أن محكمة الاتحاد الأوروبي قد أهملت صلاحيات المجلس باعتبارها جوراً بأن الموافقة الصريحة لجبهة البوليزاريو تعتبر شرطاً مطلقاً، مما يتعارض مع القانون الدولي العام الذي لا يحتوي على أساس قانوني بهذا الصدد. يتبين من خلال قراءتنا لقرار محكمة العدل الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء اتفاق الشراكة بأن هذه الأخيرة تطاولت على اختصاصات منظمة الأمم المتحدة التي يخول لها القانون الدولي وحدها البت في النزاعات الدولية المتعلقة بالأمم والشعوب. وحيث من خلال تعليلها لقرارها الأخير يتبين بأن محكمة العدل تطرقت إلى مجموعة من النقط المرتبطة بتمثيلية سكان الأقاليم الجنوبية وجزمها بأن الجبهة هي المخول لها الترافع والموافقة بما تسمي محكمة العدل بالشعبي الصحراوي. حاولنا من خلال هذه القراءة التركيز على النقطة التقنية الأساسية التي تبين بشكل قاطع بأن محكمة العدل
الاتحاد الأوروبي قد جانبت الصواب في قرارها بإلغاء اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري المستدام، فهذا الاتفاق يعتبر وسيلة ناجعة لتحقيق النمو السوسيو-اقتصادي للمنطقة، وخاصة بعد سلسلة الاعترافات بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف دول وازنة للاتحاد، وكذلك من طرف الولايات المتحدة وعدد من الدول. انتهت قراءتي للقرار، ولكن لا بد من الإشارة إلى أربع نقط من الممكن أن تفيد في النقاش حول هذا الموضوع من الناحية القانونية. اعتبرت أن هذا القرار رغم خطورته هو مجرد ضغط على المغرب، لأن تأثير ديال لأن على اعتبار أن الجهاز القوي في الاتحاد الأوروبي هي المفوضية اللي هي كجهاز تنفيذي، وأن هذا القرار هذا هو من أجل الضغط على المغرب من أجل تعديل شروط الاتفاقية، لأنها تسالت في 2023 فيما يتعلق اتفاقية الصيد البحري. الاتفاقية الأخرى لا زالت سارية المفعول، يجب على دبلوماسيتنا أن تعي وتفرض شروطها في الاتفاقيات المسبقة، وكذلك أن نعطي الاعتبار إلى الجانب القانوني، لأنه هو الدبلوماسية الموازية الذي يمكن أن يصاحب الدبلوماسية الأخرى. وشكرا. شكرا الأستاذة نعيمة قلاف على هذا العرض الذي غاص في تفاصيل وقائع ودفوعات الأطراف وحيثيات القرار موضوع الندوه. مسك الختام وآخر متدخل جاءنا من الحمامة البيضاء من مدينة تطوان، هو الزميل أنا أعرف انتماءه المهني، هو زميل محامي بهيئة المحامين بتطوان وباحث متخصص في القضايا المتعلقة بالنزاع المفتاح حول الصحراء المغربية، لا شك كما عدت دائما في كتاباته وابحاثه أن تكون مداخلته مداخلة مهمة ومهمة جدا، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد النقيب، السيد رئيس النقيب الأستاذ الأقديم، السيد النقيب العزيز المناضل عزيز الرباح، السيد النقيب أستاذ عدنان، وفي الحقيقة كل شيء تقال، يعني ما عرفش شنو وأنا كنخمم، وغادي نحاول في الحقيقة المداخلة بناء على ما قيل أنه تكون تفاعلية بشكل كبير جدا. طرح قبل قليل السؤال ديال الأستاذ عدنان، هو هل هذا الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية هو حكم حائز لقوة الشيء المغربي، يعني واش غادي ننفذه ولا ما غاديش ننفذه؟ هذا السؤال اللي كيهم اليوم المغرب. هنا يمكن نسيروا نقطتين اللي كيجعل السؤال ديال هذا الحكم في حد ذاته صدوره في هذا الوقت محط سؤال سياسي وليس قانوني، لانه في هذا المسار الذي قطعه المغرب مع الاتحاد الاوروبي خاصه في الجانب المتعلق بالصراع القضائي او القانوني كاين حضر في السياسه. اولا اتفاقيه التبادل المرتبطه بالصيد البحري انتهت منذ يوليوز 2023، بمعنى انه الحكم صدر ببطلان واحد اتفاقيه اللي هي في الاصل انتهت، والمغرب منذ شتنبر 2023 وهو يتفاوض ويتناقش مع الاتحاد الاوروبي حول تجديدها الاولى. المساله الثانيه مرتبطه في هذا الحكم هو اللي كتسير الاستغراب، وانه صدرت محكمه العدل الاوروبيه صدرت حكم كتقول على انه اتفاقيه التبادل الفلاحي كذلك مبطوله للاسباب التي ذكرت ولبعض الاسباب التي ساتحدث عنها. وفي نفس الحكم كتقول على انه هذه الاتفاقيه غادي تسمح بالجواز ديالها سنه ونصف، عاد ممكن يتم ابطال ديالها من دابا سنه ونصف الاتفاقيه غادي تكون انتهت مع الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هذه المحكمه اصدرت حكما هي تعلم على انه حكم غير قابل للتنفيذ، لانه اتفاقيه الصيد البحري انتهت، ولانه اعطات واحد المهله ديال سنه او سنه ونصف الى حين على انه يتم ابطال اتفاقيه التبادل الفلاحي اللي غادي تكون انتهت كذلك. وهذا سؤال ماشي فقط قانوني ولكن سؤال سياسي يحيلنا الى طرح واحد السؤال حول الدواعي التي ادت هذه المحكمه الى اصدار هذا الحكم.
يمكن كاين 4 أو 5 ديال الدواعي الأساسية. اليوم يمكن مصادفة اليوم ونحن في هذه الندوة كاين إحاطة سيقدمها المبعوث الأممي السفن ديما السورة، وكذلك رئيس بعثة مينرسو في جلسة مغلقة للأمم المتحدة لمناقشة الوضعية ديال بعثة مينرسو. ونحن نعلم جميعا على كون المغرب قد فرض منذ طرد المكون المدني على أنه العمل ديال بعثة مينرسو يبقى فقط عمل عسكري وعمل تقني متعلق بمراقبة وقف إطلاق النار بعد استكمال التحرير ديال الجنوب. العمل ديال بعثة مينرسو اليوم هو فقط على مستوى شق جدار العازل. مسألة ثانية هو أنه اليوم كاين 19 دولة أوروبية يتوزع موقفها ما بين دعم لمغربية الصحراء، وبالتالي ما قالش مغربية الصحراء كتقول على أنه هي تدعي مبادرة حكم الداسي. المسألة الثالثة هو أنه الموقف الفرنسي الجديد الداعم لمغربية الصحراء والداعم لمبادرة حكم الداسي نفس على المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي. وحنا شفنا قبل يومين عندما طرحت كتل ديال اليسار الأخضر أو الراديكالي داخل البرلمان الأوروبي طرحت بغطرح القرار ديال محكمة العدل الأوروبية لمناقشته وللتصديق عليه، لأنه في نهاية المطاف هذا حكم الهدف منه ماشي هو استعماله في المسار القضائي لأنه انتهى داخل أوروبا، هذا حكم الهدف منه من طرف تنظيم جبهة البوليزاريو من طرف الدولة الحاضنة لهذا التنظيم أن تستغله من الناحية السياسية خاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، لأنها تعلم جيدا العلاقة ديال الشد والجذب اللي كانت ما بين المغرب والبرلمان الأوروبي، وتعلم جيدا على أنه أي اتفاقية سيتم توقيعها ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي مستقبلا تتعلق بالصيد البحري والتبادل الفلاحي خاصة في المسطرة ديال الدوز عن طريق البرلمان الأوروبي، ويتم مصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي بعد إجازتها والتوقيع عليها من طرف المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. هذه النقطة الثانية. المسألة المتعلقة بهذا النقاش المرتبط بهذا الحكم وجوانب السياسية فيها، أنا شخصياً أعتقد على أنه هناك محدد أساسي دفع وحرك يمكن نقولها لوبيات اقتصادية أوروبية من أجل دفع هذه المحكمة لاستصدار هذا الحكم، هو الموقف الذي عبر عنه ملك البلاد عندما قال على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مناقشة أو أي شركة اقتصادية دون أن تكون هذه الشركة مشتملة على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. وبالتالي أي نقاش اليوم مع الاتحاد الأوروبي وأي نقاش اليوم مع أي هيئة خارج هذا الإطار الذي حدده الملك وخارج الإطار الذي تشتغل عليه الخارجية المغربية أعتقد على أنه سيكون صعباً أن نتحدث عن تجديد اتفاقية السيل البحري. السؤال الثاني الذي طرح كذلك هو المتعلق ب واش المغرب كان ضروري خصو يكون طرف، واش يتدخل ولا ما يتدخلش في الدعوة. أنا أعتقد أنه اليوم المغرب في وضعية مريحة جداً، هذا شأن أوروبي تصرفوا ميليشيات تنظيم بوليزاريو وهذاك شغلهم، تعاملوا مع هذاك شغلهم، ولكن فيما يتعلق باتفاقية السيل البحري، فيما يتعلق بالاتفاقية ديال التبادل الفلاحي، إبطالها من طرف الاتحاد الأوروبي، المغرب ليس طرفا في هذا المسار القضائي، كيجعل المغرب في موقف مريح جدا، لأنه لو كان طرفا، كان المغرب غادي يكون ملزم بتنفيذه، وكان المغرب غادي صعب عليه إن لم يكون غادي يكون صعيب عليه إن لم تكن استحالة ديال التجديد أو توقيع أي اتفاقية مستقبلاً سواء مع بريطانيا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا أو مع الصين تشتمل على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. اليوم المغرب الموقف حنا سمعنا الخارجية المغربية قالت هذا الشأن ديالكم، المغرب ما كانش طرف في ميله وبالتالي لا يعنينا في شيء، بمعنى أنه النقاش اليوم حول تداعيات نقولوا سياسية أو اقتصادية أو قانونية لهذا الحكم هو نقاش أوروبي بشكل أساسي. علاش؟ لانه كاين سوابق قضائيه اوروبيه في هذا الشان، كاين المحكمه ديال اركسون على ما اعتقد في نواحي باريس سبق لاحدى الجمعيات الكونفدراليه الفلاحيه الفرنسيه انه رفعت دعوى من اجل ابطال اتفاقيات الموقعه ما بين المغرب وفرنسا حول نفس الموضوع ورفضتها لنفس العله اللي سبق لمحكمه العدل الاوروبيه انه يعني قضات بعدم قبول الدعوى سابقا. المحكمة الإدارية في بريطانيا كذلك في لندن سبق لها قبل سنتين أو سنة ونصف أن أصدرت حكما بنفس الموضوع، بمعنى أنه اليوم هناك نقاش قانوني أو نقاش قضائي يهم دول الاتحاد الأوروبي. المغرب لو كان طرفا ما كانش غادي يمكن له يوقع اتفاقية ثنائية مع فرنسا أو مع إسبانيا أو مع ألمانيا أو مع هولندا، لأنه كان غادي يكون ملزم بهذه الاتفاقية لأنه كان جزء منها. النقطة ديال الصفات تكلموا عليها الأساتذة
استاذنا القدير الدكتور حسن بوقنطار، ما غاديش نعاود نتكلم فيها كثير وما غاديش نعاود الحقيقه نسيرها، لكن فقط ملاحظه اللي قرا الحكم غادي يلاحظ على انه نفس القواعد السياسيه التي استعملت سنه 2015 و2016 من طرف هذه المحكمه نفسها للقول بعدم قبول دعوه ديال تنظيم بوليزاريو هي نفس القواعد التي استعملتها اليوم من اجل تبرير مقبوليه هذه الدعوه. سنة 2015 هذه المحكمة قالت على أنه التنظيم هذا هو تنظيم له صفة سياسية وليست قانونية، وبالتالي من كلش يترفع أمام المحاكم الأوروبية. اليوم جات حورس ذاك العلة نفسها اللي قالتها سنة 2015 و2016 وقالت اليوم على أنه هذه الصفة القانونية الصفة السياسية ديال تمثيلية ما يسمى بالشعب الصحراوي أمام الأمم المتحدة في المباحثة السياسية التي تتم كتعطي واحد الصفة قانونية، بمعنى أنه كان هناك تحوير للعلل القانونية التي تم استعمالها سابقا من أجل يعني يكون هناك تحول في موقف محكمة العدل الأوروبية. النقطة الثانية واللي ما تمش الإشارة إليها وأنه المحكمة كذلك رفضت هذا الحكم لعلة ثانية، قالت بالحرف على أن الطماطم والبطاطا اللي غادي تمشي من الصحراء إقليم الصحراء الغربية إلى أوروبا خصنا فيها التأكيد ديال الصحراء الغربية. هذه هي العلة الثانية اللي بموجبها المحكمة يعني قضاه ببطلان تلك الاتفاقيه. وهنا كيتطرح سؤال مفهوم ديال بلد المنشا كيف ما جا في هذا الحكم، واش هو مفهوم سياسي ولا مفهوم قانوني في الحاله ديال ما يسمى باقليم الصحراء الغربيه؟ هل الاقليم هذا هو اقليم غير متمتع بالحكم الذاتي؟ هل الاقليم هذا هو اقليم الامم المتحده نفسها لا تعترف به كاقليم محتل من طرف قوه استعماريه اللي هي المغرب؟ هل الاقليم هذا في اللجنه الرابعه المغرب هو اللي توجه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار يعني تصفية الاستعمار من الاستعمار الإسباني وماشي تنظيم جبال بوليزاريو ماشي الجزائر؟ بمعنى أنه استعمال ديال بلد المنشأ الذي أرادت هذه المحكمة أن تستعمله ولصقنا واحد التيكيت في ذاك البطاطا وماطيشة كما سمتها اللي غادي تمشي من داخل أم العيون للاتحاد الأوروبي هو استعمال سياسي وليس استعمالا قانونيا، لأنه لم يكن هناك بلدا بمفهومه القانوني على مستوى ما يسمى في أدبية الأمم المتحدة بإقليم الصحراء الغربية. المسألة الأخرى هي المسألة كذلك المتعلقة بتنظيم جبهة البوليزاريو. وهذا هو السؤال في الحقيقة ما دام تكرمنا الخارجية والمغرب شنو خصو يقوم به؟ خصو يطرح السؤال على الاتحاد الأوروبي. إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر في تقاريره على أنه هذا التنظيم هو تنظيم ميليشياتي وهذا التنظيم هو تنظيم يهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وإذا كانت العديد من التقارير الأوروبية كذلك تشير إلى كون هذا التنظيم له ارتباطات بتنظيمات جهادية تكفيرية، هل محكمة العدل الأوروبية وهل الاتحاد الأوروبي يقبل من هذه المحكمة أن تتعامل مع تنظيم بهذه المواصفات اللي كيقولوها تقاريرهم الأوروبية وليس فقط نحن؟ هذا السؤال أعتقد على أنه يجب أن يطرح للنقاش مع الاتحاد الأوروبي ويجب أن يطرح للنقاش مع المسؤولين الأوروبيين، لأنه نحن أمام تنظيم ميليشياتي مسلح يهدد فعلا الامن والاستقرار في المنطقه. الانتصار الوحيد انجاز التعبير لهذا الحكم من طرف تنظيم بوليزاريو من طرف الدوله الحاضنه الجزائر هو انه اللحظه اللي في 2015 اللحظه اللي قالت محكمه العدل الاوروبيه ابتدائيا واستنافيا على انه هذا الدعوه عدم قبول الدعوه لانه بوليزاريو ما عندوش الصفه القانونيه، التجأت على ذاك الجزائر الى واحد الحيله اخرى، كانت تلجأ الى تنظيمات اوروبيه عندها الصفه القانونيه لانها تنظيمات اوروبيه من اجل الترافع امام المحاكم الاوروبيه. حنا شفنا في بريطانيا ماشي تنظيم بوليزاريو اللي رفع دعوه امام المحكمه الاداريه في بريطانيا، بل واحد الجمعيه بريطانيه لدعم الشعب الصحراوي. في فرنسا التجؤوا لواحد النقابه عماليه فلاحيه من اجل رفع دعوه امام محاكم فرنسيه. بمعنى انه انتصار انجاز التعبير الوحيد اليوم الذي حققه تنظيم بوليزاريو ومعه الدوله الحاضنه وانه غادي يعاود يفتح الباب امام واحد المعركه او معارك قضائيه جديده ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين هذا التنظيم، وغادي يمكن من جديد تنظيم البوليزاريو من انه يترافع من جديد امام المحاكم الاوروبيه مستشهدا بهذا الحكم، معنى انه خدا واحد الصفه قانونيه من اجل تصرفه امام المحاكم الاوروبيه. ونختم هنا واعتذر اذا كنت قد اطلت. شكرا الزميل نوفل بوعمري الذي أجاب
بكيفية مضبوطة على الجانب ولا على الأسئلة التي أحاطت بالجانب السياسي في القرار موضوع الندوة. أمامي 20 دقيقة سأفتح فيها النقاش مع القاعة لطرح استفسارات تساؤلات في حدود 5 دقائق لكل متدخل. الكلمة لكنا ولكم. تسجل في لائحة وبطبيعة الحال غادي نسبق الضيوف. كاين يا أهل الدار هما اللي طالبين الكلمة. إذا كاين السيد الرئيس الأستاذ عزيز الدريوش. أستاذ خالد الإدريسي. أستاذ بوجمعة أشهبون. السيد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السيد إدريس الأزامي. السيد رئيس بعض القوى الديمقراطية. أنا غادي ليه قلنا الضيوف. الأستاذ محمد الهيني. أستاذ مدربالة. وأكتفي. أستاذ ذكرني بالإسم. أستاذ مكاو و بنكاو راه ما كنشوفش معاش بنكاو كنعرف. إذا 1 2 3 4 5 يعني أكتفي بهذا القدر وسأتعسف في الترتيب. الكلمة للسيد إدريس الأزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أخذت الكلمة لأتقدم بالشكر الجزيل للهيئة نقيبا وأعضاء على تنظيم هذه الندوة العلمية الرفيعة في هذا الموضوع المهم، وكانت الاستفادة كثيرة ونحن في حاجة إلى هذا الأمر، لأنه كما قيل المزاوجة بين يعني الشأن السياسي والدبلوماسي والقانوني في هذا الملف أساسي. بالنسبة لي منين قريت القرار ولست قانونيا، ولكن أميز فيه بين الحيثيات وبين القرار، القرار ديال الرفض ديال الطعن ديال المفوضية وديال المجلس، لأنه الحيثيات مع الاحترام للقضاء الحيثيات خاضت في أمور ليست مطلوبة. اللي واش بغيتي باش نسكتمو به؟ واش بغيتي الطماطم والمواد الفلاحية؟ أما الأمر الآخر المتعلق بالصحراء المغربية هذا أمر محسوم كما أكد عليه الأستاذ بوقنطار. من الناحية السياسية الأمر محسوم، بالتالي إذا فرقنا ما بين الحيثيات والقرار تيبان بأنه اليوم الذي هو في ورطة هو الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات تجارية. هذا القرار لن ينقص شيئا ولن يضيف شيئا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بكل وضوح، لكن المحكمة ورطت الاتحاد الأوروبي بحيث ألغت اتفاقيات تجارية. صحيح أن المغرب سيتضرر اقتصاديا، ولكن المغرب عليه وعلينا أن نتحمل هذا الضرر الاقتصادي في مقابل وحدتنا الترابية والوطنية، لكن الفلاحين والصيادون الأوروبيين لن يتحملوا ذلك. وبالتالي أنا في نظري المحكمة الأوروبية لم تنتبه إلى الآثار
وهي تحاول يعني في إطار ابتزاز سياسي أو انحياز سياسي أو ما شابه ذلك، وهي تحاول أن تعطيه واحد الجانب، لأنه المسألة الأخرى هو أولا هذه القضية ديال الاختصاص فيما يتعلق بأنه المحكمة دخلت في هذا الجانب ديال الصحراء. أنا تنطلب من السادة الأساتذة المحترمين والأستاذة المحترمة يبيزوا هذه القضية، يقولوا أن الاختصاص ليس فيما يتعلق بالاتفاقية، الإلغاء ديال الاتفاقية، الاختصاص في كون المحكمة دخلت في الحيثيات، فأنه من يمثل ساكنة الصحراء ومن لا يمثلها، من ينبغي أن يستفيد من الاتفاقية ومن لا ينبغي أن يستفيد منها. ثم المسألة الثانية هو هذه الازدواجية ديال المعايير ديال المحكمة، وكيف ما قلت يعني وضعت الاتحاد الأوروبي في ورطة، هي نفسها لم تكن لها الجرأة على إلغاء الاتفاقية، دخلات في النسبية ودخلات في حقها يعني الحفاظ على التوازن وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره. إلا كان المحكمة بتت وهي مقتنعة بحيثياتها من الناحية المبدئية، كان عليها أن تبقى مبدئية إلى الحد الأقصى، وإلا ليش غادي تبقى معايا في سنة ونصف الفلاحة؟ إذا كانت هذه المحكمة تحكم على أساس المبادئ، ولكن للأسف الغرب والاتحاد عودنا أنه ازدواجية مبنية على المنفعة، بما أنه الصيد البحري والمواد الفلاحية ينبغي أن تصل إلى أوروبا ويستفيد منها المستوردون الأوروبيين، فلا بأس أن نتحدث عن تقرير المصير من جهة، ولكن أن نحافظ على سرايا الاتفاقية إلى سنة ونصف، وندع الاجتهاد لإيجاد الحلول القانونية للاتفاقيات المقبلة. وذلك ما كان من طرف البلدان، البلدان كان عبرت بوضوح فيها جانب سياسي ولكن كان فيها جانب تجاري، يعني تطمئن اللوبي الفلاحي واللوبي ديال الصيد البحري بأنه سنجد المخارج القانونية لهذه الورطة التي وضعتنا فيها المحكمة الأوروبية مرة أخرى، مع الاحترام الواجب للقضاء. شكراً أستاذ إدريس الأزامي. نحن الذي نشكر السياسي على حضوره معنا، لأنه هو الذي سينقل فكر القانوني والأكاديمي إلى الآخر بلغة يفهمها الآخر، فشكراً للسياسيين المتواجدين معنا في هذه القاعة، وأعطي الكلمة لأحدهم وهو صديق عزيز سي عزيز دريوش، فليتفضل مشكوراً، رئيس مجلس عمالة الرباط. شكراً للسياسي النقيب، شكرا لهيئة محامين الرباط، شكرا للسادة الأساتذة الأعزاء، شكرا لهيئة الرباط مكتبا وأعضاء ومحامون مناضلون. حقيقة استمتعنا بتدخلات أهرامات القانون، أساتذة أجلاء تتلمذنا على أيديهم مباشرة أو غير مباشرة. الحقيقة أنا تدخل ديالي أستاذ النقيب سيكون من منطلق أنني أمثل أحد أعضاء مجلس أوروبا بصفة اللي تعطات المغرب ك ستاتيو دو بارتنير دوبي 2019، وحنا أون سيج في مجلس أوروبا بتمثيلية ديال عبد الربي كرئيس جمعية رؤساء مجالس العمالة والأقاليم، وكاينة تمثيلية ديال الداخلة رئيس جهة الداخلة، وكاينة تمثيلية ديال العيون، وكاينة تمثيلية ديال قلميم. إذا الأقاليم الصحراوية الناس اللي داروا الهندسة ديال الاختيار أحسنوا هندسة الاختيار، وربما كانت من بين الأمورات اللي كان يمكن دفاعا عن هاد الحكم الجائر كان يمكن أنه يبطل أحد عناصر إبطال الحكم. ثانيا أي معاهدات أو اتفاقيات تمر أساسا بمجالس الجهات من أجل البت فيها، وهما أطراف ديال الاستشارة. إذن لمن يسأل من يقرر مكان من، هناك مؤسسات منتخبة، وحنا تنعرفوا انه التمثيليه الجهويه بشهاده ممثلين
كما قال الاستاذ الحافظ دمينو اوروبيين حضروا لهذه الانتخابات وشهدوا بانه كانت انتخابات نزيهه وشفافه. اظن انه ضروري من لا سيلول دو في جيريديك او نيفو ناسيونال اي او نيفو لوكال او نيفو دي زامباساد ضروري من ان يكون عندنا استشارات او نقاط ارتكاز داخل مؤسساتنا الدبلوماسيه، لانه اصبحنا في حرب قانونيه على ما يبدو من بعد ما تحصل الحاصل انه كما قال جلاله الملك الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. فضروري اننا نكونوا عندنا هاد لافي جيريديك على المستوى الوطني يعني داخليا وفي التمثيليات الدبلوماسيه. ونبغي نخبركم بانه يوم الثلاثاء ستكون الدوره 47 للدوره لا سيسيون 47 ديال سي بي ال ار ديال مجلس اوروبا، ونحن مدعوون بالتدخل في مجموعه من الامورات التي تهم حقوق الانسان ومجموعه المواضيع الاخرى. اذا مره اخرى اهنئ هيئه الرباط على تواجدها الدائم وحضورها في جميع المحطات النضالية والأكاديمية والوطنية. شكرا سيدنا خير. شكرا سيد الرئيس المحترم. قبل أن أعطي الكلمة لسيد رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، فاتني وأعتذر ترحيب بالممثل ديال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية الذي كان حاضرا معنا والذي يفضل التواري في الصفوف الخلفية، فمعذرة إن لم أره. الكلمة لكم سيد رئيس. شكرا سيد النقيب. أنا بغيت نهني بدوري كذلك الهيئة على هذه الندوة، أولا لأنها استجابة لدعوة الملك بأن الشغل ديال الصحراء هو الشغل ديال الجميع. ثانيا المحامون الآن في خطام معارك متواصلة، وما فيها بس تكون قضية الوحدة الوطنية كذلك من بين المعارك اللي كترفعوا عليها، ما كترفعوش غير الخبز والقضايا اللي كتهم المحاماة. أنا بغيت نمشي للجانب القانوني لأن السياسي طبعا تكلموا فيه الناس الكثير. أعتقد كذلك بأن على قول الدكتور بقنطار بأن القرار ملتبس، ولكن في اعتقادي فين اين مكمن اللبس؟ اللبس سواء كان مقصود واعتقد بانه مقصود هو هذاك الخلط المغرض ما بين الصحراء الغربيه والبوليساريو والجمهوريه الصحراويه. علاش؟ لانه الصحراء الغربيه تسميه جغرافيه ترمز للاقليم مقابلها الصحراء الشرقيه اللي فيها تندوف واللي فيها نقاش كبير. البوليساريو او جبهه تحرير الساقيه الحمراء الى غير ذلك ترمز الى الشعب واللي فيها طبعا الجناح المسلح، واللي اليوم العالم كله اكتشف بان احد ما يسمى بالضباط ديالو تقتل في سوريا مع واحد الضابط جزائري كذلك اخر. علاش غادي نرجعوا لهذه النقطه؟ هذه الصحراء او الجمهوريه العربيه الصحراويه الى غير ذلك، هذا الخلط اعتمدته المحكمة على المستويين. طبعا أي محامون، وهذا علاش هذه المبادرة مهمة، لأنه الناس اللي قارين القانون واخا يكونوا دكاترة إلى غير ذلك، ولكن الحرفة ديال الترافع والدفاع غنتعلموها عندكم. وأعتقد بأنه كاين مستويين معروفين. المستوى الأول ديال الشكل، الشكل يعني الدفوع الشكلية، وهنا كان القرار ديال المحكمة ملتبس. أولا في الاختصاص 263 الدكتور العزيز كتكلم على المواطنين الاوروبيين، لان ما محقش اي مواطن او شخص معنوي او ذاتي من خارج اوروبا يجي يترافع في القضايا اللي كتعلق بتفسير القوانين الاوروبيه. لذلك كيفاش المحكمه التبست على هذه القضيه؟ قالت لك اودي راه بوليساريو بصفته الممثل الشرعي والوحيد في تقديرها، وهذا خطا، أنه من حقه يدافع على ثروات الشعب الصحراوي، وهذا ما كاين شيء.
مسألة يعني الدفوع الشكلية مسألة واضحة، كاين الاختصاص، كاين الصفة والأهلية، يعني واش البوليساريو عنده الصفة والأهلية، وهذا طبعا راه جاوبوا عليه الأساتذة. على مستوى الجوهر بين القضايا كاين قضايا كثيرة ما يسمحش الوقت باش نذكروا عليها، ولكن كاين المسألة ديال قواعد المنشأ، معناه بلد المنشأ. إيوا خويا واش غادي ندير لك، واش ندير لك في نديروا بأنه المغرب قبل، المغرب ما قبلش طبعا هذه المسألة. واش غادي نديروا في الصناعة في الجمهورية الصحراوية اللي كاينة في تندوف، ولا نديروا في بلد المنشأ هو الصحراء الغربية اللي هي إقليم غير متمتع يعني بالحكم الذاتي، أو واش نديروا فيه؟ نديروا فيه البوليساريو اللي هو تنظيم مسلح. اش بغيتينا نديروا في هذه القضية ديال يعني القرار ملتبس؟ أنا ما غنطولش عليكم. الربح اللي كاين في هذا الناحية السياسية، طبعا هذا القرار الناحية القانونية ولد ميتا، ولكن الناحية السياسية ربح كبير، وأنا ما متفقش مع الأساتذة اللي بغين يرجعوا اللور شي شوية نتحاسبوا، لأن كل حاجة عندها السياق ديالها. أنا المفيد بالنسبة لي هذه الصفة ديال اللي اكتسبها البوليساريو هي واش مثلا تخولنا كحقوقيين وكمنظمات إلى غير ذلك، تخولنا أننا نطالبوا بملاحقة يعني هادو اللي اكتسبوا الصفة بالجرائم ديال الإرهاب اللي الاعتداءات ديال السمارة إلى غير ذلك، كتنم على أنه زعزعة أمن السكان المدنيين من الأعمال الإرهابية. التعامل مع مثلا جيش حزب الله، من التعامل مع المنظمات الإرهابية من الأسباب اللي ممكن أنك تصنف تنظيم كاين أي كان أنه منظمة إرهابية. هذه الصفة اللي تعطات البوليساريو الآن في المحاكم الأوروبية، واش ممكن تستعمل في عدد من الأمور بحال هذه؟ أنا ما غاديش نطول عليكم، ولكن بغيت نعطي بعض الإشارات من الناحية القانونية اللي ممكن طبعا كتقاطع في شكل كبير مع ما هو سياسي، وهذا هو اللي استعملته المحكمة. شكرا. شكرا للأستاذ مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على هذه المداخلة القيمة. المتدخل الموالي الدكتور خالد الإدريسي عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، وأرجوك أنا أعرف بأن الأفكار غزيرة عندك فأن تبني على التخفيف. شكرا سيد النقيب، سيد رئيس الجمعية السابق، زميلتي زملائي الحضور الكريم، في حقيقة استمتعت بهذه المداخلات القيمة للأساتذة الأجلاء، ولكنني تلقفت جمل معينة أعتبرها دقيقة ومحورية لضبط القرار وما يترتب عليه وأدوار مختلف الفاعلين داخل منظومة العدالة وداخل المنظومة الحقوقية وداخل المنظومة السياسية. حينما قال الأستاذ الحسام بوقنطار على أن ملف الصحراء انتهى سياسيا وعلى أنه ما زالت تداعياته قانونية فقط، حينما يصرح الأستاذ دكتور أبو الذهب على أنه كان من الممكن أن نذهب في إطار التدخل الإرادي في الدعوة مع ما يترتب على ذلك من آثار كما فعلت الدول الأخرى، وهذه تقنية مصدرية نعرفها جيدا نحن كمحامين. حينما يقول أستاذ أدمينو على أنه نحتاج ليقظة قانونية، فهذا يعني على أن الصراع قانوني بحت، وبالتالي نحن لا نحتاج لأشخاص يبرزون في الإعلام من أجل تضخيم الانتصارات أو تسفيه الانتكاسات، وهذه انتكاسة كبرى. قرار المحكمة الأوروبية انتكاسة كبرى يجب أن نأخذها بمأخذ الجد. بالتالي أنا أعتبر على أنه محور الأساسي أو الآلية الأساسية التي يجب أن تعتمد، يجب أن نعود إلى الأصل، من يقوم بالمصادر القانونية، من له دراية بالآلية القانونية، لا سيما حينما تتحدثون نرى على أن نفس الآلية المصدرية التي نستعملها داخل المحاكم الوطنية هي تقريبا نفسها التي نستعملها داخل المحاكم الدولية، وهذا يعني على أنه يمكن لنا كمحامين وكهيئات، هناك العديد من الكفاءات التي يمكن أن تقوم بمد يد العون للدولة بهذا الخصوص، ليس فقط من خلال الندوات ومن خلال إطارات النقاش القانوني حول هذا الموضوع، ولكن من خلال الترافع حول هذا الملف على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. غير كخلاصة باش نربطها بهذا الموضوع وبهيئة المحامين بالرباط،
التي تقود فعلا واحد الحراك وطني لمهنة المحاماة في ظل واحد الأزمة التي تعيشها والتي لها أبعاد متعددة. أنا أقول من أجل أن تقوم مهنة المحاماة بهذا الدور الترافعي لفائدة الدولة في قضاياها الاستراتيجية، لا بد من تقويتها، لا بد من إعادة الثقة لها، لا بد من دعمها تشريعيا وحقوقيا ورمزيا، وأن نبتعد عن مجموعة من التدابير والإجراءات والقوانين التي تحاول أن تقلص من قيمتها. ما دام الصراع قانونيا فالمحامي أولى أن يقود هذه المعركة، ومحامون المنتمون للمملكة هم أولى أن يقودوا هذه المعركة. وشكرا. شكرا أستاذ خالد الإدريسي. المتدخل الموالي هو الأستاذ بوجمع أشهون. شكرا جزيلا السيد النقيب، وشكرا على هاته الندوة. هذا دليل على أن هذه الرباط ليست منفتحة فقط عن محيطها، بل هي مهتمة بأم القضايا ألا وهي القضية الوطنية. لن أطيل، لدي سؤال أساسي جوهري وعميق، وهذا نطرحه على أستاذي الجليل الأستاذ بوقنطار. هل سؤال جد واضح، هل هذا القرار اللي هو قرار بالنسبة لنا نعتبره قرار قضائي قانوني، هل له من تأثير على المسار ديال الملف وحدتنا الترابية فيما يتعلق بمساره السياسي، خصوصا على الدول المشكلة لمجلس الأمن أولا، ثم على المنظومة ديال الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية؟ لأنني أعتقد على أن المسارين معا، وإن كنا نقول على أن نحن متقدمون في المسار السياسي، ولكن الآن أعتقد على أن هذا القرار أصبح ورقة، أو يمكن اعتباره ورقة ضغط لدى الخصم، ويمكن كذلك اعتباره ورقة ابتزاز من طرف أي كان للمملكة المغربية. وشكرا جزيلا. الأستاذ بوجمع أشهبون. أستاذ عبد الصمد الإدريسي مرحبا. الكلمة الآن للأستاذ محمد الهيني. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، سيد النقيب المحترم، شكرا على المداخلات القيمة للسادة الخبراء. وجهة نظري يجب الحسم في نقطة أساسية، مقاربة القوانين الوطنية مسطريا موضوعيا لا يمكن مقاربتها بنفس المقاربة الدولية، إسقاطات المسطرة المدنية وغير ذلك لا تتفق. وجهة نظري أعتبر أن القول بأن القرار لا يعنينا هو مغالطة، لأنه النقاش ديال الغير الوطنية هو نقاش جيد، ولكن إحنا في محفل علمي، يقول واحد سياسي أن هذا القرار لا يعنينا، القرار شكل انتكاسة، وأنا كنتفق مع زميلي، هو انتكاسة بكل ما تعنيه الانتكاسة من معنى. القرار ما تتقارش واش غيتنفذ ولا ما غيتنفذش، القرار عنده قيمة معنوية رمزية سلبية، هكذا يجب أن تقرأ الأمور. قرار ضد المصالح المغربية، وهنا كنناقشوا واش المغرب ما ارتكبش خطأ ديال المقعد الفارغ. المغرب نقول لكم بصراحة، المغرب كان متخوفا من القرار في المرحلة الابتدائية، وقال أحسن ما يمكن أن جاء إليه هو الابتعاد، وهاد الناس راه عندهم أغلبية ضدنا، وراه شفتوا النقاش مع فرنسا وإسبانيا في واحد الوقت، شفنا أن الأغلبية يمشي معنا نحسحبنا. أنا كنشوف ما أضر المغرب هو المقعد الفارغ. المغرب كان خصنا يكون عندنا الجرأة، وراه ضرينا بعض القرارات بلا ما نتكلموا عليها في مجال الجنائي وفي مجال المحاكمات، المقعد الفارغ يضرنا. ألم يكن من الجرأة بمكان أن نقف في المرحلة الابتدائية المغرب يتنصب ويدافع على راسه؟ لماذا نخاف ونوكلوا محامين دوليين ومحامين الحمد لله مغاربة وطنيين عندهم واحد الغيرة؟ وبالتالي ما أحوجنا إلى الابتعاد عن النقاش السياسي في مسألة قانونية أضرت المغرب معنويا. يا عباد الله راه ماشي المشكل في التنفيذ، الاتفاقية انتهت
المسألة الثانية تيقول لك اودي هذه الاتفاقية انتهت، الدعوة صبحات غير ذي موضوع. الدعوة سيدي ما صبحاتش غير ذي موضوع، راه عندنا في القضاء الإداري واخا ما تتكونش غير موضوع كان، لأن خصنا نشوفوا الحماية الشرعية. سيادة القانون ما عندوش موضوع، ولكن راه كنحميو أوضاع قانونية. يجب الاعتراف أن هذا القرار كان انتكاسة وضر المغرب. السؤال الثاني هو المخارج، كيفاش غنتجنبوا هذا الشيء مستقبلا؟ راه ماشي غنتجنبوه نقولوا نحن في معزل ما غنديروش الاتفاقية، وراه أنت اللي بضرور شي ما نديروش اتفاقية. ما هي السؤال المطروح؟ ما هي البنود في الدستور اللي خصنا ندخلوها في القوانين ديالنا اللي خصنا ندخلوها في هذه الاتفاقية ديال الاتحاد الأوروبي مستقبلا؟ ما هي البنود التي، هذا السؤال الأساسي ديال الخبراء ديالنا، ما هي البنود التي يجب على المغرب مستقبلا أن يضمنها في أي اتفاقية؟ لأن واحد بدأ كنقراو هو التوقع القانوني والقضائي، ملي كندير واحد اتفاقية راه عارف غيوقع مشكل، ودابا عندنا جوج عزامات، وبالتالي خصنا نحميو راسنا مستقبلا. الناس اللي كيصوغوا هذه الاتفاقية، ووزارة الخارجية تشرك هيئة المحامين، تشرك الجمعية، تشرك مابقاش الجمعية. راه مخطئ من يعتقد أن من يدافع عن مصلحة المغرب هو وزارة الخارجية، راه كل وطني حر يدافع من أي موقع. وبالتالي ما أحوجنا في أي اتفاقية مستقبلية أن نبحث عن المخارج التي تجنبنا متاهات الظلام اللي وقعنا فيه. شكرا لكم. شكرا الأستاذ محمد الهيني، ولكن أود أن أرجعه في هذا الموضوع. هذا أثارني هو أنه في ديباجة القرار وأنا قرأته عموديا، وكما قال أستاذي الدكتور حسن المقنطر، فإن المملكة المغربية كانت ممتلة في الكونفدرالية المغربية للفلاحة والإنماء والتنمية الفلاحية والتنمية القروية كومادير، وكان ينوب عنها هيئة الدفاع مكونة من 3 محامين أوروبيين. أنا أطلب من أساتذتي أن يصححوا لي هذا. فبالتالي لم يكن هناك مقعد الفريق بالله هذه الكلمة، وبه وجب التصويب. المتدخل الموالي هو الأستاذ الأستاذ ويدر بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الجزيل لهيئة الرباط العتيدة نقيبا ومجلسا ولكل الأطر العاملة بالهيئة على حسن التنظيم، وتحية ترحيب جميع السادة الأفاضل ضيوف النقابة من متدخلين وحضور. بداية ومن منطلق تجربتي الوظيفية، كنت أشكر وزارة الفلاحة لمصلحة المنازعات، موضوع الكرسي الفارغ وموضوع اليقظة القانونية والكفاءات حاضر بقوة في هذا الملف. لماذا؟ أولا على صعيد الدولة المغربية جوج ديال نقاط مهمة كانت الدولة المغربية حريصة على التنفيذ ديالهم. الأولى هو أنها توضع مستشارين قانونيين لدى القطاعات الحكومية تابعين للأمن العام للحكومة. سنة 2011 بدأت هذه التجربة، تعينوا الناس، حتى واحد فيهم ما خدم عند القطاعات الحكومية تقريبا، باقيين في الأمن العام تيعيطوا لهم، كانوا تيجيو عندنا لوزارة الفلاحة مرة في الشهر. إذا الغرض اللي توظفوا على أساسه وتكونوا ما تحققش. ثانيا التجربة الثانية هي أنه كانوا وظفوا طلبة خريجين ديال الكليات والمعاهد المتخصصة متخصصين في العلاقات الدولية. واحد جا عندنا لوزارة الفلاحة دول المصلحة الاتفاقية الدولية، اشتغل فيها شهرين، عطاو المصلحة لواحد آخر، دمروه نفسيا هو، دخل في صراعات مع الإدارة. يعني عطاو لواحد اللي ما عنده علاقة بالعلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي مصلحة الاتفاقية الدولية. جلست معاه قال لي والله المغرب حتى يخسر الاتفاق الفلاحي تيحلف. علاش علاش تيحطوا بحال الدومينو داك الشيء؟ هذاك الشيء اللي وصلنا له في 2019 شخصه قبل بسنتين 2017 تيقول لي شنو غيديروا لنا؟ ها البوليزاريو كي غدير، ها الجزائر كي تدخل بالتفصيل. الو وزارة الفلاحة المصلحة واحد الشخص اللي ما تيعرفش القانون الدولي من يجي. هذه تجربة مؤسفة وتتعمم. وزارة الخارجية عندها من الكفاءات ما يكفي ولكن ما جندتهمش للأسف. وعندي تجربة كنشتغل مع الجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، مشينا لجنيف، دخلنا لمعهد حقوق الإنسان في جنيف، لقينا اختراق كبير للجزائر. يعني المعهد جنيف الرئيس ديالو
ملي عطيناه الملف هاد المغاربه راه عائلات طردوا من الجزائر بالالف سنه 1975 قال لنا ندرسوا نعيط لكم. ملي عاود تواصل مع الرئيس قال له واش بغيتوا نتوما مع الجزائر نتوما اشقاء عرب. هذا من بعد تكتشف ان الجزائر تمويل المعهد. الحضور الجزائري قوي جدا اعلاميا يعني ويعني احتفل على مستوى الكفاءات اللي كتجند على مستوى وزاره الخارجيه مقارنه مع المغرب. هذه حقيقه ما يمكنش نغطيوها بالغربه. عندنا خصنا يعني يقظه قانونيه فعلا وخصنا نقطعوا مع المجاملات. الان ما يجري في القطاعات العموميه وزاره الفلاحه انا تنقولها بتجربه مديريه الشؤون القانونيه. شكرا. غير فكره اخيره سيدنا اكثر من 50 في اطار اقل من 10 ثواني اكثر من 50 اطار في بين الدكتوره والماستر سول المصالح واللي هي قانونيه كلها والمديريه كلهم ناس مهتمين والناس ديال القانون تيديروا في الملاحظات ديالهم في اي دراسه لا تثير اي ملاحظه. راه هذا مؤسف الدوله المغربيه. شكرا. شكرا الاستاذ بودربالة. المتدخل الاخير الاستاذ بن كوس. شكرا سيد النقيب المحترم رئيس الجلسه سيد النقيب عزيز الزرويبح الساده الاساتذه الاجلاء. سيد النقيب التدخل ديالي انا الا سمحوا لي انا عندي شويه ديال التدقيق في الارقام وفي المصطلحات. غير بغيت نشير ان هذه الاتفاقيه ديال الصيد البحري اللي هي موضوع نقاش هذا الندوه هي اتفاقيه تم توقيعها في سنه 2018 النشر ديالها في الجريده الرسميه للاتحاد الاوروبي هو اللي كان في سنه 2019 وطعن الطعن اللي دارت هذا الكيان الوهمي ديال الاتحاد ديال البوليزاريو ضد هذا القرار هذا اللي هو القرار 217 على 2019 كما اظن نعم 217 على 2019 قدمه الكيان الوهمي للبوليزاريو. هذا الاتفاق انا اللي بغيت نشير ليه هو انه هو بروتوكول يعني كان اتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي اتفاق اصلي اللي هو كان في سنه في 1 مارس 2000 وكان من بعد محكمه العدل الاوروبيه فسرت هذه الاتفاقيه على انها تستثني الصحراء المغربيه التي حسب زعمها لا زالت في اطار نزاع تشريف عليه الامم المتحده. 29 مايو 2017 رفض المجلس الاوروبي رخص المجلس الاوروبي الهيئه الاوروبيه من اجل فتح مفاوضات مع المغرب لحل هذا النزاع والوصول الى صيغه قانونيه لاعطاء ما سموه الشرعيه القانونيه للمنتوجات القادمه من الجنوب. هذا الاتفاق تم توقيعه كما قلت في 25 اكتوبر 2018 نشر في الجريده الرسميه للاتحاد الاوروبي بتاريخ 6 فبراير 2019. انا غير بغيت تدقوا معايا في التاريخ لان غنرجع ليه من غترجع ليه دغيا الاستاذ لا دغيا سيد النقيب انا بوجاله حيت لان واحد الملاحظه سيد النقيب انا ما عارف واش البداهه ديالي اولا ما انتبهولهاش للناس ديال الناس اللي كانوا في الدفاع على على على, على المصلحه المغربيه الناس متدخلين والساده الاساتذه تكلموا على المقعد الفارغ ديال المغرب وكما قال سيد النقيب وانا فعلا اضم صوتي للسيد النقيب كانوا محامون من انجلترا ومحامون من اسبانيا ومحامون فرنسا كيدافعوا على وزاره الفلاحه المغربيه وانا عندي فيديو محامو المغاربه يترافعون في جلسه علنيه راه هي منشور كتكون منشوره بوغ اللي بغيت نشير ليه هو ان يعني المغرب كان ومحامون ومستشارين قانونيين اللي هما اجنبيين الاستاذ الهيني قال بانه خاص حتى محامون من المغرب انهم يتكلفوا بالدفاع على المصالح المغربيه كنقول بان القانون لا يسعف لان اتفاقيه الاتحاد الاوروبي تمنع المحامون الغير مقبول والطرف من تمثيل الاطراف في المحكمه. هذه النقطه اللي بغيت نشير لها دابا وبغيت نشير بعدا بعجاله بان هذا الحكم هذا الى رجعنا للمحامي العام في محكمة العدل الأوروبية والمذكرة اللي دلا بها في شهر مارس 2020 دلات بها هي جو كوا مدام تمارا هي اللي كانت محامي عام وما زال وقدمت كما قال وزير الخارجية قدمت استقالة يومين بعد القرار وكنعرفوا لو موندا ديال
ديال هاد القضاة هادو هو 6 سنوات، تعيين هاد المدة 6 سنوات، ونقولوا كاين واحد الاستثناء في القانون تيقول بانه يمكن لينا نحيدوا واحد القاضي ولا نعزلوا واحد القاضي لواحد المدة ديال 3 سنين، وهي راه فات 3 سنين يعني في الموندا ديالها. هاد المذكرة فاش كنرجعوا لها وكنرجعوا للحكم لقاوها نسخة طبق الأصل المذكرة ديال هاد لافوكا جينيرال بجميع الحيثيات بالتعليل الى غير ذلك. يعني والماده 252 كتقول كما طرح الاستاذ قبيله انه يقدم بكل حياديه يعني القاضي واستقلال استنتاجات معلله بخصوص المواضيع المعروضه على المحكمه التي تستدعي تدخله. وكما قلنا الماده الثانيه من قانون المحكمه كتقول بان الولايه ديال القضاه في 6 سنوات وتم العزل ديالها يومين. شكرا. شكرا سيدنا قبيله، مازال ما طرحش غير النقطه اللي كنقول ما انتبهوش لها، ما عرفتش واش ممكن خليها هي استاذ ايوب، مازال غادي نديروا ندوات. لا هذه النقطه مهمه سيدنا قبيله، هي اساس التدخل ديالي. الاستاذ كان قبيله طرح اول سؤال طرحه في التدخل ديالو هو لا غوسفابيليتي، هو مدى قبول الدعوه. انا كنت بغيت الاساتذه يناقشوا هذاك يعني التعليل ديال المحكمه اللي جات به فاش كانوا كيهضروا على انه يعني لا كاباسيتي داجير ناقش الاستاذ ولا لا كاباسيتي ديزي او ديستي على جوستيس. يعني هاد جوج مصطلحات هما اللي التعليل ديالهم انا كنا ما كرهناش يكون واحد التحليل يعني دقيق لهذا المصطلح. النقطه انا غنذكرها دابا اللي هي النقطة في المادة 263 الفقرة السادسة، ذكرها الأستاذ قبيلة كان 263 ورجع لها بأنها 263 الفقرة السادسة. اش كتكون الفقرة السادسة؟ تنص على أن الطعون يجب أن تقدم داخل أجل شهرين من نشر القرار. أنا رجعت لكم واحد التاريخ قبيلة ديال نشر القرار اللي هو 6 فبراير، نشر في الجريدة الرسمية ديال الاتحاد الأوروبي. والطعن اللي قدمته البوليزاريو فوقاش دار في افريل 19 افريل كنظن اولا، يعني فات الاجل ديال شهرين اللي عندها باش انها تطعن في القرار اللي ديال الاتفاقيه بين المغرب والاتحاد الاوروبي. انا ما عرفتش علاش ما ناقشوا حتى حد. ستسمعوا الجواب الاستاذ نوفل. نعم سيدنا نقيب، شكرا. حتى الناس ديال الدفاع اللي طرحت السؤال الاستاذ بن كاوز، شكرا. مرحبا سيدنا نقيب، شكرا. شكرا. إذا سمحوا الأساتذة والدكاترة الأفاضل، سأعطي الكلمة لعميد هذه الجلسة أكاديميا اللي هو الدكتور الحسن بعد إذنكم بطبيعة الحال، واحتراما لإعراف الجامعية سأعطي الكلمة للدكتور الحسن بوقنطار لإضافة وزيادة فيما يمكن زيادته. شكرا. شكرا. أنا بسرعة ما خصناش في مواجهه اي قرار نهولو ولا نستهين بالاخر، خصنا ناخذ الاشياء كما هي. ما كانش شي دوله اليوم في العالم اللي عندها العصا السحريه باش غادي تاثر في الاخرين، هذه ما كاينتش. حنا في معركه مستمره فيما يتعلق بملف الصحراء، وانا شخصيا مارستوا هذه الأشياء واحد الوقت وعرفوا الصعوبات اللي في هذا المجال هذا، إنه ما يمكنناش نضبطوا كل شيء. هذا المحكمة كما هو الشأن بالنسبة لجميع المحاكم، ماشي هي محكمة قضائية جهاز قضائي فقط، هي جهاز قضائي سياسي. هذا الشيء اللي كنديروه كلنا، كاع الناس اللي مارسوا القضاء كيعرفوا هذا الشيء. لابد كنتجاوزوا ما بين كما أشار إلى ذلك المتدخلون ما بين الجوانب القضائية والجوانب السياسية. والدليل على السياسة نتاع المحكمة أن هذا الطعن تم في سنة 2021 وانتظرت المحكمة 3 سنوات. علاش انتظرت 3 سنوات؟ أولا باش يكون هذا الاتفاق في جانبه المتعلق بالصيد نتاع صلاح غير ديمور، دونك خصنا نفكروا في اشياء. ثانيا انه طرحت لنا واحد المفهوم، راه خصنا شوف الا بغينا نكونوا اقوياء راه خصنا ناقشوا الاشياء بالمنطق ديالها، خصنا نقراو. راه بصراحه وهذا الشيء
أنا اللي دائما قلت للطلبة 46 سنة وأنا في كلية الحقوق ما يمكنش نمروا على الأشياء. رأى القانون كل كلمة عندها الدلالة ديالها. المحكمة أولا على خلاف ما قيل منذ سنة 2015 وهي كتعتبر البوليزاريو كشخص اللي عنده الحق يتقاضى. راه ما كاينش هذا الشيء، ماشي جديد هذا الشيء. ما عندهاش تناقض، باش نقولوا الأشياء كما هي، ماشي كنبقاو ماشي غادي نسبوا الناس. هذه حقيقة. ولكن هي راه إلى نيونسي. راه إلى نيونسي، راه القرار شوف شحال في هذا القرار. راه 194 فقرة. راه سمحوا لي، راه حنا كنستافدوا. حنا ملي كنقراو هذا الشيء بأوديلان تاع ليزاسبي اللي هما يخطئوا ولا أولوا ولا كذا، ولكن أنا شخصيا وأنا في نهاية ربما الرحلة ديالي راه كنستافد مع الناس. لا صراحة كنستافد. كنستافد علاش؟ لأن راه الناس كيوقفوا عند لي ديتاي دي ديتاي وكيعطيو لها وكيجبد لك مفاهيم وكيستدعيك النقاش. راه ماشي كنجيو راه هذا ماشي حكم هكذا في صفحة ولا كذا، راكم شفتوا هذا. وبالتالي المغرب ما كانش طرف. راه ما خصناش هذه، المغرب ما عنده علاقة. أنا متفق تماما مع السيد وزير الخارجية. لا باش نقولوا الأشياء كما هي، علاش؟ لأن الطعن أنتم احنا رحنا هنا ناس نتاع الآخر، هذا أوروبي. واحد الناس دارت بوليزاريو، دارت دعوة ضد أجهزة أوروبية. ضد أجهزة أوروبية. لا عقل ولا، والمغرب اش دار؟ المغرب كان يعرف جيدا أنه منذ صدور القرار الابتدائي فهو ماشي في الصالح ديالو. ولكن راهي نو بو ريان. علاش؟ لأن المنطق اللي مشات فيه المحكمة مخالف تماما المنطق اللي احنا كندافعوا عليه. احنا راه حنا كنقولوا أن الصحراء جزء من السيادة المغربية. هذه المحكمة راه غير المحكمة الأوروبية، ما عندهاش اجتهاد. هذه راه ماشي محكمة العدل الدولية تاني، راه ما عندهاش اجتهاد دولي. هذا هي كتقول لك انا داير اجتهاد اللي هو فقط ينطبق على اوروبا في اطار الاختصاصات الممنوحه لي. هي كتقول لك بوليزاريو، ما قالتش باللي عندها شخصيه معنويه، لا ما قالتش هذا الكلام. هذا هي قالت لك اودي عندها شخصيه اللي هي فقط للتقاضي امامي. ولكن الا مشات لفرنسا غادي يرفضوا لها، إلى مشات لبريطانيا يرفضوا لها. راه غير باش راه قرار اللي هو راه معقد، راه ماشي مسألة بسيطة. وبالتالي حنا كقانونيين إلا بغينا ندافعوا على بلادنا، ما ماشي كندافعوا، خصنا ندافعوا ثاني كذلك من خلال مناقشة المنطق اللي مشات فيها، من خلال تبيان التناقضات ديال هذا المنطق ديالو نفسه. ولهذا أنا علاش كنعتبر أن شنو هو اللي هو التناقض الكبير في هذا الشيء؟ هو أنه عندما تميز بين الساكنة والشعب، هذا هو لا، شي الآخر كله مقبول، شي الآخر كله يمكن نناقشوه، ولكن ما عطتناش ملي نقراو القرار، أنا ما وجدتش ما هي المعايير، شنو هو كيفاش غادي تميز لي بين أن هذا واحد ساكن في الصحراء منذ كذا، كيفاش غادي نستبعدو؟ كيفاش نعتبرو؟ شنو هو؟ واش الشعب سيتان كونسيبت فيجي؟ لا، الشعب راه حتى هو مفهوم دينامي اللي هو كيتاثر بتغيرات ديموغرافيه، تحولات الى اخره الى اخره. وبالتالي حنا عندما نناقش هاد الناس هادو، حنا راه عندما خصنا الناس كلهم اللي داروا الدبلوماسي حتى الموازيه، راه حنا ملي كنتناقشوا مع هاد الناس راه كنتناقشوا معهم بواحد المنطق اللي هو منطق اللي هو ثاني كيكون واقعي، ماشي غنجي ونقول له يلاه لا كذا هذه كذا. ولكن حتى هو راه عنده حجاج، راه كيقول لك اسيدي الله يرحم والديك انا اعطيني وثيقه مثلا التي تبين ان الصحراء مازال شطبوا عليها من الاقل، اعطيني قنعني قول لي. اذا حنا خصنا نشتغلوا في هذا المجال. كيجي كيقول لك مثلا الحكم الذاتي، غير بيان
حكم ذاتي اعترفت به، ولكن كيقول لك ما عندي حتى شي وثيقه لمجلس الامن اعترف فيها بالحكم الذاتي صراحه واعتبروا ارضيه وحيده للتفاوض. هذا هو اللي راه جرى عليه الدبلوماسيه المغربيه، باش نفهموا، لان اللي حد الساعه القرارات كلها اللي صدرت على مجلس الامن راه خصنا نقراوها بواحد الاخر بواحد التمعن، تتحدث عن الجهود ذات المصداقيه، فهمنا، ولكن ما كتقولش بواحد الشكل صريح هاد مخطط الحكم الذاتي. اذا خصنا حنا اليوم شنو هي المهمه اللي ملقات علينا، هو ان مجلس الامن وميريكان بالضبط، انا اشير الى امريكا وفرنسا، ايوا سيدنا الله يرحم والديكم، بما انه اعترفتوا لنا بالحكم الذاتي امريكان هي لا بلوم، واش فهمنا، هي اللي كتكتب القرار. ايوا الله يرحم والديك زيدي لنا واحد الخطبه، ديري لنا واحد النقشه جديده، واعتبري ان المفاوضات ينبغي ان تتم على اساس مقترح الحكم الذاتي. هنا الخصوم ما عندهم كلام، ما يبقاش عندهم، ما يبقاش عندهم، غادي صافي تسد عليهم، لان هنا غاتجي تقول اسيدي الله ها هو مقترح الحكم الذاتي ابروندرو اليسي شنو غادي شنو ننقحوا فيها شنو. ولكن اللي حد الساعه راه حتى الدول، هاد الدول الكبرى راه حتى هي عندها اللعب ديالها، ما نساوش هاد الشيء. هذا راه حنا ثاني كذلك في السياسه اللي انا كنبقى متفائل وكنتظر القرار اللي غادي يصدر في نهايه اكتوبر، واش غادي نبقاو على نفس الصيغه؟ اذا الاطراف الاخرى كتقول لك ماشي مشكل، راه حنا كذا نبداو في نقاشات شنو هي كذا الى اخره، هذا هو لا. ولكن انا شخصيا اعتبر ان المغرب حقق انجازات هائله صراحه. علاش حقق انجازات هائله؟ منذ 2000 الى شفنا الوضعيه اللي كانت قبل، راه كنا في وضعيه صعبه، راه ما نمشاوش هذا الشيء، راه كنا في وضعيه، ولكن المقاربه اللي بدينا فيها منذ 2000 طبعا صعيب باش غادي يتغير دانس الكو كما كنقولوا، ولكن اليوم المغرب في وضعيه اللي هي متميزه، ولكن كيبقى حنا اللي يهمنا هو خصنا نطويو هذا الملف. باش نطويو هذا الملف يخص الاجهزه الدوليه والامم المتحده، بالخصوص وهنا نجاوب على السؤال، هذا ما عنده علاقه على مصير القضيه، ما كيأثرش فيها، لان شكون هو المؤثر فيها؟ هو مجلس الامن، لان هذا نزاع اللي جيغي بار لو كونسي دو سيكوريتي صافي. ولكن غادي يطرح لنا تحديات الى بغينا المره الاخرى نتفاوضوا مع الاوروبيين، هذا هو المشكل صافي، هذا هو كيفاش غادي نواجهوا هذه العقبه، لان دابا هذا عنده حجيه الشيء المقضي به، ما يمكنلكش تغيروا، لان هذه راه ما كاينش، هذه راه ستين جوريسبريدونس، لا ما نبقاوش نتفلاو ونقولوا كذا ولا كذا ولا لا راه ما عنده اهميه ولا لا، المؤسسات الاوروبيه ملزمه بالقرار. قدام اللي غادي نتفاوضوا هنا ثاني تفاوض وتكلموا تحت مسؤوليه الناس اللي هما كيمارسوا هادشي والصعوبات، طبعا خصنا نشوفوا شي صيغه، الا كنا غادي نستمروا يمكن المغرب غدا يقول اسيدي انا كاع حد اوروبا صافي بنقص، هذا ثاني اختيار، خيار اخر يقول لك اودي انا عندي دوتر كليون، عندي زبناء اخرين الى اخره، وبالتالي هذا الصدع نتاع اوروبا والمحاكم الى اخره بنقص منه، وبالتالي كتبقى الكره دابا الان الكره في مرمى الاوروبيين، هذا ما لا شك فيه. وهنا انا متفق تماما انه هذا القرار كيوضع اوروبا في ورطه، علاش كيوضعها في ورطه؟ لانه كيطرح لنا واحد المشكل قانوني اللي كبير، هو راه في جوهر النقاش، وهو ما هو الامن القانوني بالنسبه للاتفاقيات والمعاهدات، لان حسب اتفاقيه فيينا نتاع 69 راه بمجرد ما كنديروا اتفاقيه تصبح ملزمه بمجرد استكمال طبعا الاجراءات ديالها كذا التوقيع الى اخره هذه. ولكن الان اللي راه حنا كنلاحظوا هو انه كنديروا اتفاقيات ثم يجي واحد الجهاز و
في نهاية المطاف قد يلغيها إلى آخره، هذا يطرح مشكل كبير. شكرا لكم من جديد. شكرا أستاذنا الكبير الدكتور الحسن بوقنطار، ما زلنا سنستضيفك إن شاء الله في العديد من المناسبات، ونتمنى لك تمام الصحة والعافية والعمر الطويل إن شاء الله. المحصلة هو أنه تم هناك إجماع ما بين الأكاديمي والقانوني والحكومة والمعارضة على أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 لا غير ملزم للمغرب ولا يعنيه في شيء. في ختام هذا اللقاء لا يفوتني أن أجدد الشكر للأستاذ دكتور الحسن بوقنطار، دكتور زكريا أبو الدهب، دكتور عبد الحفيظ دمينو، الأستاذ نوف البوعمري، الزميلة الأستاذة نعيمة القلاف، والشكر موصول للنقيب عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط الذي أتاح لنا هو ومجلس هيئة المحامين بالرباط هذه الفرصة التاريخية للإحاطة بهذا الموضوع المتشعب، ونتمنى أن تستمر هيئة المحامين في الرباط في هذا النسق وفي مثل هذه الندوات، وأدعوكم في نهاية هذا اللقاء إلى حفل شاي قبلوا علينا، وشكرا.